يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الأخبار، أتمنى بخير جميعا. النهاردة إن شاء الله هنشرح المحاضرة التانية في البطنة اللي هي الهايبرتنشن، وهي صراحة يعني بكل أمانة محاضرة سهلة جدا جدا. ولولا بس إن الواحد يعني في بداية الترم كان ناوي إن هو يحط شغل كتير في البطنة، غالبا ما كناش هنشرحها يعني. بس بما إن إحنا كده كده ناويين نحط معظم شغلنا في البطنة، فقلنا بالمرة مش هنخسر حاجة إن شاء الله. ففعلا محاضرة سهلة وبإذن الله مش هتاخد منها وقت كتير. تمام. طب نبدأ مباشرة. هي هتلاقي كلام كتير متكرر من السنين اللي يعني لو انت فاكر حاجات من قبل كده هتلاقي محاضرة سهلة جدا يعني ان شاء الله. تمام. وبالمناسبة هو ده الكلام اللي احنا كنا بنسمعه قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، على فكرة انت الاكاديمي ممكن ما تحتاجوش مباشرة بس هيسهل عليك الكلينيكال. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني دلوقتي. لو انت كنت مذاكر اكاديمي كويس وكنت مظبط امورك هتلاقي محاضرات زي دي سهلة. اللي ما كانش مذاكر هيقدر برضه يفهم وبتاع ان شاء الله، بس هياخد وقت اطول عشان يراجع الحاجات بتاعت قبل كده وكلام من ده. تمام. فاحنا برضه هنحاول نسهل على الجميع يعني ان شاء الله. برضه حتى لو في حاجه خدناها قبل كده مش هنطنشها مثلا ونعتبر ان لا ده كله عارفها، لا برضه هنحاول نفكرك حاجه بسيطه كده. تمام. طيب بسم الله. يبقى اول حاجه بدا بالديفينيشن بتاع الهايبرتنشن، ولكن هو كلينيكال سيندروم. تمام. سيندروم ليه اثار كلينيكيه هتشوفها. وهو يهمنا او الديفينيشن دوت ان هو كرقم يعني حاجه انت هتقيس الضغط بتاعه لازم يكون السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 140. تمام. او يكون الداستوليك بريشر اكتر من 90. خلي بالك من كلمه اند اور دي. تمام. يعني ممكن يجي لك كيس ويقول لك استيل البلاد بريشر وطلع مثلا 150 على 80 او 150 على 90، تيجي تقول لي طب ايه ده، يعني السيستوليك هنا عالي وده مش عالي، هل ده سمي عنده هايبرتنشن؟ اقول لك اه، لان هو بيقول لك اور اند اور، يعني سواء الاثنين يكون عاليين او بس واحد فيهم يكون ايه اعلى من الابر ليميت بتاعه. فتفتكر الارقام دي كويس جدا. تمام. 140 السيستوليك وللداستوليك ايه 90. تمام. طيب وبيقول لك اندر 3 ديفرنت اوكيجن او اندر كومبليت فيزيكال انترست، يعني انت لو انت مظبط امورك والله وحاطط نفسك في معمل كويس وتقدر تظبط له الدنيا ان هو يكون يعني مرتاح على الاخر فيزيكالي ومنتالي وكده، خلاص هتحطه تحت الريست وتقيسه وبعد كده تقدر تقرر يعني. لكن لو ما ينفعش مثلا خلاص يبقى قيسها تحت ثلاث ايه اوقات مختلفه، مثلا مره ده لسه صاحي من النوم، ده مثلا مش عارف اكل من ساعتين، يعني هو خلاص طالما انت مش هتقدر تحدد كل التفاصيل قيسها في ثلاث اوقات مختلفه. ولو ثلاث اوقات مختلفه برضو يعني نفس الكرايتيريا ديت ان هي اكتر من 140 في السيستوليك او اكتر من 90 في الداستوليك برضو تقدر تقول ان هو عنده هايبرتنشن. ليه بنقول الكلام ده؟ لان انت ممكن يكون في حاله معينه مثلا كان اكتر من 140 او اكتر من 90 في الداستوليك. تمام. بس مش بسبب ان هو عنده هايبرتنشن، لا بسبب حاجه تانية زي ايه هنتكلم دلوقتي. تمام. يبقى بيقول لك اهو الاسباب كالاتي. اول حاجه بيقول لك ان في حاجه اسمها ارتيفاكتشوال انكريز ان بلود بريشر. يعني ارتيفاكتشوال، ارتيفاكت ديت يعني حاجه مش موجوده في الحقيقه. استخدمنا الكلمه دي قبل كده لما كنا بنبص على سلايدات مثلا في الهيستولوجي او كده ونقول ايه ده في علامه هنا، بس يقول لك لا بعد والله ما فحصنا الموضوع دي ارتيفاكت جاي كده مثلا لما كنا بنحضر السلايد وبتاع فجت بالغلط. فنفس الكلام هنا، انت بتحضر مثلا في مشكله في اما مثلا الجهاز يا اما مثلا جت زياده في البلاد بريشر، بس مش عشان هو عنده هايبرتنشن، عشان حاجات من اللي تحت دول. تمام. اللي هنبص عليهم دلوقتي. تمام. يبقى بس بيقول لك ان ممكن يكون في زياده بس ديت جت كده ايه بالغلط، حاجه مثلا ما ظبطش الجهاز كويس بتاع بصيت عليها غلط ايا كان، بس المهم ان هي يعني مش زياده حقيقيه ودي بناء عليها ما ينفعش تقول ان ده هايبرتنشن. لا. تمام. ف 20 ل 30% مايل ديليفيشن. طبعا احنا بنتكلم عن مايل، لان اكيد مش هتبقى مثلا زياده مثلا من 120 مثلا ل 180 بالغلط، لا اكيد هيكون ليها واضحه. لكن احنا بنتكلم عن المايل اللي هو مثلا ايه لقيتها مثلا 145 بتاع، لا ممكن تبقى ارتيفاكتشوال جايه كده بالغلط يعني. وعشان كده زي ما قلنا بنقول ايه بنكررها 3 مرات او بتتاكد مليون في الميه ان هو تحت ايه كومبليت فيزيكال اند منتاليست. تمام. السبب الاخر بيقول لك ان حاجات مش بسبب ان هو عنده هايبرتنشن لكن بسبب حاجه من الثلاثه دول. طبعا دي امثله يعني ممكن يكون في حاجات اكتر من كده بس ده دول كامثله يعني. رقم واحد ان هو يكون لسه عامل اكسرسايز، والله راجل انت المعمل بتاعك في الدور الثاني وهو طالع لك السلم وانت على طول اول ما عاد استيلو، طب ما هو لسه الضغط بتاعه عالي بسبب طلوع السلم يا عم، اصبر عليه شويه. عشان كده بنقول لازم يكون ايه اندر كومبليت فيزيكال من ريست. طب ده الفيزيكال كان لازم ما يكونش عامل اكسرسايز. طب ايه المينتال؟ زي ما يكونش عنده ستريس. تمام. ما يكونش مثلا لسه سامع الصبح خبر ان جاي له ورقه طلاق من مراته، يلا وهات بسرعه نقيس لك البلوك بريشر، ما تهزرش. لا. ولا يكون مثلا عنده اختبار تاني يوم بكره الصبح ومش عارف ينام لازم تبقى ايه مينتال ريست. رقم ثلاثه وايت كوت هايبرتنشن. ايه اللفظ دوت؟ يعني
بكل بساطة حضرتك كدكتور المفروض تبقى لابس البالطو المفروض يعني تمام. وعشان كده بيقول لك حاجة اسمها وايت كوت، يعني هو دلوقتي جه المريض شاف دكتور اللي هو بيكون لابس الوايت كوت، وعشان كده بيكون اسمها وايت كوت، وهو طبيعي خايف من الدكاترة، خايف ان ايه ده انا ممكن ما يطلع لي حاجة غلط ف صحتي تبقى مش كويسه والكلام ده. فهو طبيعي بطبيعته يعني هو خايف من الدكاتره او خايف من الوايت كود دوت، ان هو ممكن يسمع خبر مش كويس. فمجرد ما قعد عندك في المعمل البريشر بتاعه زاد، مش عشان هو عنده هايبرتنشن، لا عشان هو عنده ايه توتر من وجوده قدام دكتور والكلام ده تمام. فبرضه ده نفس الكلام بتاع فيزيكال ومنتال ريست تمام. بس كده بقول لك عشان كده ايه بتعيدها بتكررها كذا مره، 3 مرات 5 مرات 6 مرات قشطه يعني تمام. بالذات لو ما عندوش سيمتومز، يعني انت مش شايف اي سبب يخلي ان هو يكون عنده هايبرتنشن. شاب عادي قدامك شخص رياضي بتاع ولقيت عنده هايبرتنشن، لا ممكن يكون حاجات فعلا من 3 اسباب دول او غيرهم يعني تمام. فعشان كده كررها كذا مره وتاكد ان هو عنده فيزيكال ومنتال ريست تمام. بس كده. طيب طبعا اهميه التفرقه دي مهمه جدا جدا، وان هي دي يعني حرفيا اكتر حاجه موضوع سؤال في المحاضره. الفرق بين البرايمري والسكندري هايبرتنشن تمام. طبعا احنا عارفين برايمري يعني هي دي الاساس، يعني هي المشكله جايه ان هو عنده هايبرتنشن، مفيش حاجه تانية سببتها، لا هو شخص كده جه لا عنده هايبرتنشن. طب انت ايه اللي مسبب الهايبرتنشن؟ ما اعرفش والله، هي انا جيت عندي هايبرتنشن بس كده تمام. لكن في السكندري طبعا من ايه العكس، ان هو لا في حاجه سببتها، في مرض اخر سببها تمام. طيب اني واحده اللي بكليه فاهم الهيستوري برايمري، لان مثلا العيله دي عندها ايه هي كده جينات ان هم البلاد بريشر بتاعهم بيعلى مثلا بعد سن معين او كده، فخلاص هي الجينات بتاعتهم كده عامل لهم ايه تمام. لكن السكندري ده بيكون بسبب مرض تاني، مثلا واحد اتخبط في دماغه والبلاد بريشر بتاعه زاد، مثلا زي كوشنج ريفليكس هنتكلم عليها بعدين، او خد دواء زود له البلاد بريشر. طب دي علاقتها بالفاميلي؟ مالهاش اي علاقه، انت لا دي ليها علاقه بالديزيز اللي سبب له المرض ده. طيب بالنسبه للايج، الايج هنا مهم برضو تمام، بيساعد في ان الواحد يقدر يخمن ده نوعه ايه تمام. فالايج في البرايمري 25 ل 25 ل 55 سنه تمام، هو سن يعني رينج معين من 25 ل 55، لان هو ده السن ده اللي مثلا الجينات بتاعه الهايبرتنشن بتبدا تظهر فيه تمام. لكن السكندري اقل من 25 او اكتر من 55. هتقولي يعني هو ما ينفعش يحصل سكندري في مثلا هو عنده 30 سنه؟ اقول لك لا عادي، بس هي الفكره كلها في الكوزز. يعني احنا قلنا دلوقتي السكندري بيكون بسبب حاجه تانيه، زي ايه مثلا؟ زي الفيوكروموسايتوما، ده لو تفتكر في ايام الاندوكراين كان تيومر بيجي لك في الادرينال جلاند وبيسبب لك ايه زياده في الكاتيكولامينز وبيعمل لك هايبرتنشن. طب ما احنا عارفين الفيوكروموسايتوما ده اصلا مثلا بيجي لعيال مثلا اطفال، طب ما الاطفال دول اقل من 25 سنه. طب ايه سبب تاني؟ ممكن يكون مثلا مشكله في الرينال، مشكله في الكيدني برضه هنتكلم عليها بعدين. بس قصدي يعني اقول لك ايه، ان الاسباب اللي بتسبب السكندري اللي بتسبب الهايبرتنشن هي بتيجي للناس في اقل من 25 ل 55 سنه. فانا عشان كده بقول الكلام ده، يعني انا الرينج ده مش مختاره بمزاجي، انا ما بختاره عشان الكوزز اللي بتسبب السكندري هايبرتنشن ما بتجيش غير للاطفال او دي كبار السن تمام. بس كده. طيب من ناحيه الديجري والكومبليكيشن، بص يعني دي عشان يعني انا افهمها لنفسي وافهمها لك، يعني نحط انالوجي بسيط كده ايه، يعني مثال يعني دلوقتي حضرتك في دبانه دخلت البيت ومضايقاك، او خلينا نقول دبان، خلينا نقول نمل تمام، نمله مشيت في البيت. طب هي دخلت البيت ليه؟ هل هي دخلت كده يعني يعني بتتصرمح في ملكوت الله ومشيت كده وفجأة كده لقيت نملة دخلت بيتك؟ لو ده فعلا اللي حصل يبقى ده برايمري، هي كده جت لوحدها، مفيش أي حاجة سببت إنها تجيلك. لكن حضرتك سايب حبة سكر في الأرض، طب ما دي هتلم لك مش نملة، ده هتلم لك نمل كتير تمام. فأنت نفس الكلام هنا، هل البرايمري هايبرتنشن ده جاي بسبب؟ لا ده جاي كده، يعني هو جاي كده جيناته بتاع، فطبيعي يكون الايه الكومبليكيشن بتاعه مش هيبقى فيه كومبليكيشن ريموت، هيجي بعدين خالص بقى بعد ما يزيد والكلام ده. لكن هنا لا، انت في سبب جايب لك الهايبرتنشن، وغالبا هيقعد يزود لك الهايبرتنشن لغايه ما يجيب اجلك، غير بقى لو عالجته. فعشان كده الكومبليكيشن هنا لا بيجي بدري تمام. فنفس الكلام بالنسبه للديجري، هل هنا هيزود لك الهايبرتنشن جامد؟ لا هيزود لك حاجه بسيطه، لان هو جاي كده لوحده مفيش حاجه سببته. لكن هنا سيفير، النمل السكر اللي في الارض جاب لك نمل كتير، لان انت عندك سكر في الارض عمال يجيب لك نمل تمام. بس ومن ناحيه مثلا، طب بقول لك حاجه تاني، فرق ما بينهم اخر العلاج، انهي فيهم بيكون اسهل ان انت تعالجه؟ البرايمر. ليه؟ لان زي ما قلنا انت خاص حط ان خايف من النمل اللي جاي لك في البيت ده، حط مبيد حشري، هتلاقي مفيش نمل يقرب لك، لان هو مفيش داعي انه يجي لك اصلا غير يعني كده جت بالحظ يعني جت كده. لكن النمل مثلا لما يكون في نمل جاي لك بس عشان في سكر في الارض، فانت هتحط ان شاء الله حتى غرقت السكر ده في المبيد الحشري، ما برضه السكر هيلم لك نمل غصب يعني، معلش لا شيل السكر احسن، روح يعني هتعالجه بشكل مختلف.
فهيكون اصعب في العلاج. لكن البرايمري نرجع تاني الخصائص بتاعتهم ان هو فاميليال بيكون الجينات، وعشان كده يعني بتبدا الجينات دي تظهر في ايه سن يعني اليونج ايج كده، مش يونج قوي يعني لكن ميدل ايج 25 ل 55. تمام، ان هو الكومبليكيشن بتاعته خفيفه خالص انه جاي كده، نفس الكلام من ناحيه الديجري بيقلل يعني البلاد بريشر بيزيد حاجه بسيطه خالص، والكوز تمام ما فيش حاجه واضحه وبس جاي كده بالحظ يعني، يعني مش بالحظ يعني طبعا جينات وبتاع، بس قصدي يعني ايه ما فيش حاجه معينه تسببته. على عكس ذلك بقى السكندري تقدر تقراهم وتعيد وتزيد، لكن هي كلام مفهوم وسهل. ماشي، طيب احنا بقى المحاضره دي هنتكلم عن السكندري اللي هو جاي بسبب اخر. ماشي، طيب السكندري هايبرتنشن از هايبرتنشن ان ذا بريزنس اوف ان ايدنتيفايبل اندرلاين كوز، في سبب مسببه اللي احنا الكلام ده اللي احنا قلناه. تمام، وخلي بالك ان ده 5% فقط من الهايبرتنشن. تقول لي طب يعني طب ما كنا ندرس الهايبرتنشن طب برايمري الاساسي الاول، اقول لك ماشي بس ده في وقته بقى ان شاء الله لما نيجي تبع السي في اس بقى والكارديولوجي والكلام ده، يعني ممكن ندرسه في حالات ايه حاجه تكون ليها علاقه بيها اكتر يعني. لكن احنا حاليا اللي احنا بناخده يقتضي ان انت تاخد الايه السكندري هايبرتنشن اللي هو فقط اقل من 5% من الاسباب. وعلى فكره في مصادر ثانيه تقول لك اقل من 10% حتى، تمام يعني ممكن يكون اكتر شويه، لكن خلاص نمشي مع البي دي اف بتاعنا ان هو اقل من 5%، فنسبه قليله خالص. يبقى كده في الغالب لو جه لك which is more common تقول البرايمري. ماشي، طيب السكندري هايبرتنشن ده ايه السبب اللي بيسببه؟ احنا قلنا بيسببه حاجات، ايه الحاجات اللي ممكن تسببه؟ والله غالبا معظم المصادر تقول لك حاجه من اتنين، طبعا في اكتر من كده بس في الاساس يعني حاجه من الاثنين، يا اما حاجه رينال حاجه بسبب الكليه او بسبب الاندوكراين بشكل هرمونات. تمام، الموست كومن الرينال، والموست كومن رينال بروبلم يعني اكتر حاجه ممكن تكون سبب في الرينال، يعني اكتر حاجه مشهوره من اسباب الرينال هي رينال ارتري ستينوزيس اللي هو احنا هنتكلم عليها بعدين برضو بالتفصيل، بس بكل بساطه ان هي ايه تضيق في الارتري اللي رايح للايه الرينال، لان الرينال ارتري حصل فيها تضيق دائت بس كده، فده بيسبب لك هايبرتنشن. ازاي وليه وبتاع هنتكلم عليها كمان شويه. تمام، فده هو ده الموست كومن. يبقى لو جيت قلت لك ماشي هنكرر تاني عشان نفتكر ونحفظ، يعني مور كومن البرايمري ولا السكندري؟ لا البرايمري اكتر بكتير، 95% من الهايبرتنشن بيكون برايمري. تمام، طيب ايه الموست كومن كوز اوف سكندري؟ رينال. تمام، موست كومن كوز بيكون حاجات رينال، والموست كومن رينال كوز يعني ماشي قلت ان هو رينال، طب ايه اكتر حاجه رينال ممكن تحصل؟ هو ان يحصل رينال ارتري ستينوزس، وحتى كاتب لك جنبها ام سي كيو يعني الراجل يعمل لك ايه تاني؟ احفظ لو غلطت فعلا يعني هنتضايق كلنا، الدكتور كاتب لك ام سي كيو جنبها يعمل لك ايه تاني؟ تمام، هو هنا بس بيفكرك ايه بالايكويجن اللي بتقول لك ان احنا بنتكلم في هايبرتنشن يعني زياده في البلاد بريشر، فبيفكرك بس بالايكويجن اللي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت باستفاضه، الكارديك اوت بوت في الاي سيستميك فاسكولار ريزيستنس او البريفر ريزيستنس هو نفس الشيء يعني، ونفتكر ان الكارديك اوت بوت كان بيساوي الستروك فوليوم في الايه الهارت ريت. تمام، بس قلت افكرك يعني. طيب بقول لك طب دلوقتي السكند هايبرتنشن ممكن يجي للناس اللي اقل من 25 سنه واكتر من 55. انا اصلا في الطبيعي الناس اللي اقل من 25 سنه دول المفروض ان هم يكونوا في الطبيعي يعني العادي ناس سليمه ما بخافش من الزياده في البلاد بريشر وبتاع، فانا يعني هعرف منين او هعمل لهم سكريننج على اساس ايه؟ بقول لك في ثلاث كرايتيريا كده. رقم واحد، واحد عنده هايبرتنشن، يا سلام يعني واحد عنده هايبرتنشن بقى اوريدي كشفت عليه، يقول لك لا يعني انا المقصود بيها ان ايه واحد جات له اي حاجه من حاجات الهايبرتنشن، زي ان مثلا يكون جات له سيمتوم من حاجات الهايبرتنشن، او مثلا واحد اسهل لوحده كده في البيت فقال لك والله انا استاهل لوحدي وحسيت ان الضغط عالي، طيب ساعتها بقى اعمل له سكريننج واشوف بقى اقيس له الضغط بالفعل بقى في الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها فوق ديت اللي هي الايه كومبليت فيزيكال ومنتال ريست والكلام ده. تمام، فيعني حد جه لك قال لك انا عندي هايبرتنشن، انت مش ضامن انه ممكن يكون هو ما يعرفش، فانت ايه بتتاكد من الكلام ده. تمام، في الاولد ايج، وبرضه حتى لو مثلا في السن اللي ما بينهم برضه بتعمل له سكريننج، بس مش بتعمل سكريننج بقى للسكندري، بتعمل سكريننج للبرايمري. تمام، هنا الفرق. طيب ايه الكرايتيريا الثانيه؟ ان هو بيقول لك كي فيتشر اوف هيستوري فيزيكال اكزامينيشن او لاب طلعت لك ان هي حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي هتكلم فيها تحت، يعني هتكلم في الحاجات تحت امراض كتيره ممكن تسبب السكندري هايبرتنشن، فاي حاجه قالت لك ان مثلا احنا قلنا الموست كومن كوز كان رينال ارت سنوز، طب واحد انا عرفت ان هو عنده رينال ارت سنوز بان انا عملت مثلا فيزيكال اكزامينيشن او هيستوري او بتاع، اشيك بقى على ايه على الهايبرتنشن. ليه؟ لان انا متوقع ان هي ممكن تسبب له هايبرتنشن، فعشان كده بعمل سكريننج للهايبرتنشن حتى لو انا ما عنديش حاجه تقول لي ان هو عنده هايبرتنشن، لا بعمل كده عشان اللي عنده بالفعل اللي اثبت ان عنده مثلا رينال ارت سنوز او عنده مشكله في الهرمونات او كده غالبا هتجيب له ايه مشكله في الهايبرتنشن. تمام، فبتعمل سكريننج عشان تتاكد ان هو ما جاتلوش مشكله الهايبرتنشن. رقم ثلاثة بيقول لك الدوس ريمين هايبرتنسيف ديسبايت انكريزنج دوس، دي الحاجه اللي انا بسببها قلت لك ايه اني فين بيكون اسهل للعلاج، عندك سكر مرمي في الارض، هل ده ينفع مع المبيد الحشري؟ لا
انت لازم تشيل السكر اصلا. فعشان كده الميديكيشن بينفع اكتر مع الايه، مع البرايمري. تمام، فهو بيقول لك ان هو لو جيت واحد عنده هايبرتنشن واداله ميديكيشن او انتي هايبرتنسيف ميديكيشن وبتاع، مش هيتاثر معاه، ريمين هايبرتنسيف، ما استفادش. تمام، او يعني ما فرقتش كتير يعني في البلاد بريشر. تمام، لفظ اخر ليه ان هو يبقى ريفراكتوري. كلمه ريفراكتوري دي لازم تعرفها، لان يعني هتشوفها في اماكن كتيره ومواطن كتيره برضه بيستخدموها، مثلا مع الكانسر والتيومر، يقول لك ده اديله كيموثيرابي برضه ريفراكتوري. يعني ايه ريفراكتوري؟ يعني مش عايز يستجيب. بس بيقول لك ريفراكتوري تو وات شود نورمالي بي افكتيف. واحد عنده طبيعي ان عنده هايبرتنشن بديله الدواء ده بيخف، لا جال لك واحد مش ما خفش او ما فرقتش معاه، لا يبقى اكيد في سبب بقى مسببها، في حته سكر في الارض هي اللي جايبه النمل. بس كده هنا حطيت لك نيمونيك وبيقول لك دي الاسباب اللي انا صراحه في الاول يعني قعدت احفظ في النيمونيك دوت، وفي الاخر لقيت ان هو اتكلم عليهم كلهم تحت، يعني ما فيش داعي ان اقعد احفظ. بس خلاص عايز تحفظ احفظ تشابس ريسنت، يعني مش عايز اتكلم في الاسباب هنا، لان قعدت اتكلمت دلوقتي هنا هنقعد بتاع 10 دقايق، فاحنا كده كده اصلا كل الحاجات دي هنتكلم فيها تحت، فما فيش داعي نصدع نفسنا دلوقتي هنا، نكمل تحت. عايز تحفظ النيمونيك ده احفظه انت حر، بس احنا كده كده ايه هنتكلم في كل حاجه دلوقتي. تمام، طيب نبدا بقى في الايه، في الكوزز اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا قلنا موست كومن كان رينال، والموست كومن في الرينال كان ايه، الرينال ارتيسنوز. طيب نمشي واحده واحده. ايه بقى، انا لو قلت لك دلوقتي ان في مشكله رينال سببتنا عمليه السكندري هايبرتنشن، اقول لك يبقى اكيد في حاجه من الاثنين حصلت في الرينال، لازم في الكدني دي حاجه من الاثنين، يا اما الرينال نفسها البارينكيما بتاعت الكدني اتاثرت اتاذت، ماشي، زي ايه مثلا، زي ان يكون في عندك اكيوت كدني انجري، زي ان يكون في عندك كرونيك كدني ديزيز، زي ان يكون في عندك اند ستيج رينال ديزيز. يعني كان اسهل ان هو مثلا يكتب الكلام كامل بدل ما نقعد ندور تحت كل كلمه، بس ماشي مش مشكله. دي من الاختصارات على فكره، اللي يعني ايه تعرفها لانها هتتكرر برضو، او تكون في مشكله في النفريتك، مش عارف جلوميرولو نفريتس والكلام دوت، اي حاجه ايه اثرت في الكدني نفسها. تقول لي طب ليه؟ اقول لك ما يعني حضرتك الكدني اتاذت، طب الكدني شغلتها ايه؟ ان هي بتعمل ريجوليت للبلاد فوليوم، بتطلع لك اليورين. تمام، الكدني اتاذت مش هتطلع اليورين، فهيتكوم عندك المايه في جسمك، فهتزود الايه الفوليوم، فده طبيعي هيزود لك البلا بريشر. بس كده طبعا حسب الايكويجن اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي دي كارديك اوتبوت هنا هيزيد لان في فوليوم زياده، بس كده فهيزود البلا بريشر. تمام، طب احنا قلنا يا اما في الرينال بارينكيما ذات نفسها، ايه تاني ممكن يحصل لو في الفاسكولار اللي هي رينال ارتري ستينوزيس؟ تمام، او ممكن حاجات اخرى بس دي اكتر سبب مشهور زي ما قلنا، لان ببساطه برضه نفس الكلام، انت لو اثرت على الفاسكولار يعني اثرت في البلاد فيسل اللي رايح للكدني، فانت برضه هتأثر. لكن بس هتأثر عليها ازاي؟ على حسب، احنا دلوقتي هنتكلم عن رينال ارتستنوز، خلي عايزك بس تبقى عارف ان في حاجات تانية غير رينال ارتستنوز ممكن تحصل. تمام، لكن هنتكلم على هذا المثال او هذا يعني المرض بالتحديد، لان هو ده الموست كومون، فخلينا نركز في الكلام بتاعه. تمام، او ايه اللي بيحصل فيه هو بالظبط. فأو كل بساطة قبل ما نخش في الرغي اللي تحت ده، اللي حصل في الرينال ارتر من كلمة من الكلام نفسه، رينال ارتر ستينوز، ستينوز زي ما قلنا ضيق في الرينال ارتر. طب ليه ممكن يضيق الرينال ارتر دوت؟ بسبب حاجات كتير، بس غالبا حاجة من الاثنين هو كاتبهم لك تحت هنا، يا اما اثيروسكليروزز، وده غالبا مثلا مع واحد كبير في السن، يبقى لو جالك حد اكبر من 55 سنة وعنده هايبرتنشن واديت له ميديكيشن وما ايه ما استجابش، اول حاجة تيجي في بالي على طول المفروض ايه، عنده اثيروسكليروزز، وده سبب لك رينال ارتر ستينوز. ماشي، طيب احنا عارفين طبعا الاثيروسكليروسيس ان في بلاك بتتكون بسبب مثلا في كوليسترول كتير ايا كان، ماشي، عمل اثيروسكليروسيس في رينال ارتري. تمام، وده يقلق الايه البلاد فلو. طيب، طب سؤال معلش، لما يضيق البلاد فلو او ايه البلاد فلو، ايه المشكله اللي هتحصل؟ هو الرينال ذات نفسها يعني الكدني ذات نفسها مش هتتاثر مباشره، مش مثلا هقول لك انها اتاذت زي مثلا ما حصل في الرينال ديزيزز اللي هنا ديت، لكن اللي بيحصل بكل بساطه ان انت دلوقتي الكدني لقيت البلاد الفلو جاي لها قليل، تقول لك ايه ده جاي لي ليه قليل؟ انا اكيد قليل عشان بلاد بريشر قليل، هي دي الطبيعه بتاعتها، الكدني بطبيعتها عندها الاباريتس بقى الجاكستا جلوميرولر والكلام ده اللي كان خدناه قبل كده بقى، انها مثلا بتقدر تقيس بيها البلاد بريشر وتشوف البلاد بريشر عالي ولا قليل. تمام، فمجرد ما يجي لها بلاد فلو قليل بتعتبر ان ده بسبب ان البلاد بريشر قليل، حتى لو البلاد بريشر في الجسم ما فيهوش حاجه هو طبيعي، لكن قليل هي حاسه ان هو قليل لان البلاد فلو اللي جاي لها قليل هنا. تمام، بسبب البلاك دوت الاثيروسكليروز. فبسبب كده عملت بقى ايه احترازات بتاعت لا انا عايز ازود البلا بريشر، لان هي بالنسبه لها بلا بريشر واطي، هي عايز ازود البلا بريشر، فبقى تشغل الايه الرينن الالدوستيرون سيستم والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها بقى، تحافظ على الفوليوم بتاع الميه مثلا ما تطلعش برضو فوليوم كتير اليورين وكده، عشان تحاول تزود من البلاد فوليوم وهكذا، فبرضو تؤدي الى زياده في الايه في البلا بريشر، يعني تزود الهايبرتنشن. تمام، طب ده كان اثيروسكليروسيس. ايه الحاجه الثانيه اللي برضو مشهور جدا او معروفه؟ الاثنين بيسببوا ايه، بيسببوا رينال ارتستنوز، بس احنا كام اسباب بتاعتهم. فالسبب الاول كان اثيروسكليروسيس، طب ده كان في واحد زي ما قلنا اكبر من 55 سنه غالبا، طب هنا بقى لا ده لليونج،
يونج وومن، تمام، لقيت واحده اقل من 25 سنه، تمام، وفي ميل، فاول حاجه تيجي في بالي برضو ان ايه، فايبر موسكولار ديسبليجيا. طبعا بعد ما اتاكدت ان ده سكندري هايبرتنشن، اديت لها مثلا علاج انتي هايبرتنسيف وبرضو ما استجابتش ليه، فابدا بقى ايه اشك في الكلام ده، تمام. يعني ايه بقى الفايبرو ماسكولار ديسبليجيا؟ هو من الكلمه نفسها زي ما هو موضح لك هنا، فايبرو مشكله في الفايبروس كولاجين، وماسكولار يعني مشكله في السموث ماسل، وايه ديسبليجيا يعني ما حصلش ديفلوبمنت طبيعي. احنا عارفين ان الطبيعي بتاع الارتري ان بيكون فيها مثلا نسبه معينه من الكولاجين ونسبه معينه من السموث ماسل عشان تقدر تعمل استريتش وبتاع وتحافظ على البلا بريشر. طيب في مشكله بقى في الديفلوبمنت ده، مثلا الكولاجين اقل، في مشكله في الكولاجين، مشكله جينات ان ايه الكولاجين بتاعك مش بيتكون كويس، زي مشاكل كتير احنا خدناها قبل كده، مثلا برضو ايه حاجه كانت في اللونج بتسبب الالاستيسيتي انها تتكسر والكلام ده، يعني في حاجات كتير من الكلام ده، مش اول حاجه ناخد حاجه زي كده، تمام. فبكل بساطه المرض دوت جينات بتخلي الكولاجين بتاع الارتري ضعيف، وبسبب كده مثلا ممكن المصل بيزيد شويه، وده طبعا ايه لو المصل زاد فبيعمل الهايبرتنشن، بس بيضغط على البلاد فيسل وبيخلي الايه الفيسل مضغوطه جامد، فبرضه نفس الكلام البلاد بريشر، البلاد فلو اللي جاي بيقل، فالكدني برضه تحس ان البلاد بريشر قليل، فتحاول تزوده بانها برضه ايه تطلع هرمونات والكلام ده كله، وتحافظ على يعني الفوليوم، تقلل من خروج اليورين، تمام. بس كده. وبالمناسبه يعني هتقول لي طب اشمعنى الرينال ارتري؟ اقول لك لا، على فكره انت ممكن تكون اي ارتري ممكن تتاثر بالايه بالمرض دوت، الفايبروماسكال ديسبليجيا، لان احنا دي حاجه جينات، فالجينات دي ماشيه في الارتريات كلها بتاعت الجسم، فممكن تلاقي مثلا الارتري اللي رايح للبرين اتاثر، اللي رايح للقلب اتاثر، يعني ممكن تلاقي يعني انت لو كتبت فايبروماسكال ديسبليجيا وكتبت مثلا جنبها سيمبتومز او ساينز، هتلاقي امراض كتير ممكن تيجي بسببها. فاحنا بس احنا عشان هنا بنتكلم على السكندري هايبرتنشن، فبنقول ان ده سبب منها بس كده. طيب نرجع اللي احنا بنقراه، يبقى بيقول لك هنا ايه يعني كلمات كده محدفه مش عارف ليه، بس هتكلم عليها كده كده تحت، بس هنقرا كل واحده. بيقول لك ان انت كده تعمل انجيوجرافي عشان ايه تشوف يعني ممكن تعمل انجيوجرافي، تمام، تشوف الارتري اخبارها ايه، لان الانجيوجرافي هنبص على الصوره بتاعتها هنا، تمام، زي هنا كده اللي تحت ده، تمام، ده انجيوجرافي. بكل بساطه بتحط راديو اكتيف ماتيريال، وبعد كده بتعمل ايه زي رنين كده او ام ار اي، حاجات زي من دي يعني، عشان تشوف بس شكل الارتري، فتقدر تحدد لك اذا في ستينوز ولا لا. شوف الصوره دي واضحه جدا، واضح هنا مبين لك اول ستينوز، تمام، هنا طبيعي، هنا هي ضيقه جدا، ده بسبب الايه رينال ارتري ستينوزس، ماشي. طب ده الانجيوجرافي، بيقول لك برده ممكن بسببها تلاقي ايه لو ام بين، تمام، اللي هو يعني زي وجع كده في الجنب في مكان الكدني، فهتلاقي فيه وجع، ماشي. ممكن البروي اللي هو ايه احنا عارفين من قبل كده، من كنا بندرس الفيرتيكال في سنة تانية، ان بكل بساطة لو في بلاد فيسل اتضاق شوية فطبيعي هيطلع صوت، ليه؟ لان زي مثلا لما انت يكون في عندك خرطوم مية فمش عارف تدوس عليه من قدام، هتلاقي في صوت غريب كده، لان انت المفروض ان هو بيمشي في مثلا في مساحة معينة، انت ضيقت المساحة ديت فهيخبط في الحيطة، فهيطلع لك الصوت البروي ده، تمام. ليه كاركتر معين اللي هي ديت، بيقول لك ان هو هيكون في الابر ابدومين مكان الرينال ارتري يعني، وراديتنج لاترالي، يعني طول ما انت ماشي في طريق الرينال ارتري هتلاقي الصوت ده، تمام. فدي كاركتر معينه للبروي اللي احنا بنتكلم عليه، تمام. واخر حاجه الدوبلكس بيتكلم عليها اللي هو ايه، اللي هو رينال ارتري دوبلكس الترا ساوند، برضو حاجه طريقه اخرى للكشف، بس خلينا نمشي واحده واحده عشان موضوع الكشف ده ايه هنتكلم فيه شويه، عشان فيه حاجات كتير ممكن تكشف بيها، فنمشي واحده واحده. بيقول لك رينال ستينوزس كوزد باي اثيروسكلير ديزيز ان elderly بيرسون اند فايبروماسكولار ديسبليجيا يانج، زي ما قلنا الكلام ده، يعني ده ممكن يساعدك في لو مين اللي جاي لك، فتقدر تخمن ايه اللي ممكن يكون حاصل. طيب كي فيتشر زي ما قلنا ايه، وجود البروي بس في مكان معين اللي هو الابر ابدومين، وراديتنج لاترال اللي هو المكان اللي بيمشي فيه رينال ارتري، تمام. والرقم ده مش متاكد بالظبط مقصود بايه، بس هو غالبا مقصود يعني ايه من 50 ل 70% من الناس، من البيشنتس اللي عندهم الستينوزيس دوت، غالبا هتلاقي عندهم ايه الكاركتر بتاعت وجود البروي ده، تمام. اكيد مش قصده 5070 الف يعني اكيد مش قصده كده، فهو قصده من 50 نسي مثلا الشرط هنا او كده، من 50 ل 70% من البيشنت، تمام، بيجي لهم ايه الكاركتر بتاع البروي ده. معناه ايه؟ معناه ان انت لو يعني دي حاجه برضو بحثت عليها ولقيتها يعني اتاكدت منها، بيقول لك ان الكاركتر دوت مش سنسيتيف لكن سبيسيفيك، يعني انت لو جالك واحد ما عندهوش البروي دوت مش هعمل رول اوت، مش مثلا اقول لا خلاص ده مستحيل يكون عنده ستينوزيس، لا ممكن يكون موجود بس ما جالهوش الكاركتر دوت، تمام. لكن سبيسيفيك بقى، يعني لو لقيته
موجود وبوزيتيف ان لا ده عنده البروي في المكان دوت، يبقى ده بس انت اتاكدت وش ده عنده ستينوزيس. ممكن تتاكد بحاجات تانية برضو، بس انا بقول لك يعني التيست دوت نوت سبيسيفيك، نوت سنسيتيف لكن سبيسيفيك. تمام، دي برضو حاجات من الكلمات اللي كنا بناخدها في الفيرتيكال، يعني ان شاء الله كنا استفدنا بيها. تمام، فده مش سنسيتيف، مش موجود عند كل المرضى، لكن لو موجود ده فهو سبيسيفيك، يقول لك ان ده رينال ارتري ستينوزيس. تمام، طيب موضوع التستات ده بقى. طيب قبل بس ما اخش في التيست كده، كان في حاجه معينه بس مش متاكد اذا كنت قلتها ولا لا، فهنقولها تاني سريعا كده. الحته ديت اللي هي بتاعت ريبيت 3 to 6 تايمز. تمام، if the patient has no symptoms، المقصود يعني patient has no symptoms، يعني دلوقتي احنا كنا بنتكلم هنا على ان مثلا انت جيت استيلو ولقيت ان هو اعلى مثلا من الارقام اللي احنا قلناها ديت، هل على طول اجزم ان ده خلاص ده خلصنا هايبرتنشن، يديله يلا ادويه ومش عارف يعمل ايه؟ لا، ده اول حاجه زي ما قلنا لازم يكون تكرر، وبالذات بيقول لك لو ما عندوش سيمتومز، يعني انت لقيت ان الرقم بتاعه عالي بس اصلا ما عندوش اي حاجه حاسس بيها توحي ان هو عنده ضغط، يعني المفروض ان مثلا عنده الضغط ده مثلا بالذات لو عالي شويه، ممكن مثلا يقول لك ان عنده صداع، تبدا تشوف مثلا عليه سيمتومز بتاعه مش تشوف عليه هو يقول لك، طبعا سيمتومز دي حاجه العيان اللي بيحسها مش انت اللي بتشوفها. تمام، الحاجه بتاعت الهايبرتنشن ايا كانت كل الكومبليكيشنز بتاعتها، فمثلا واحد لا صغير في السن وما عندوش اي ما عندوش اي سيمتومز، مش حاسس باي سيمتومز، وجيت استيلو اول مره كده لقيت ان مثلا 150 السيستوليك بريشر، اقول على طول ده هايبرتنشن؟ لا، اخد بالي بقى من الحاجات بتاعه الفيزيكال والمنتال ريست واعيد التيست والكلام ده كله. ماشي، بس قلت اقول الحته دي عشان ما كناش قلناها. نيجي بقى الحته اللي احنا قلنا هنتكلم فيها شويه، اللي هي بتاعه ايه، اللي هي بتاعه التستات. تمام، احنا قلنا رينا ارتري ستينوز اكتر حاجه موست كومون كوز اوف اي سكندري هايبرتنشن. تمام، طيب ايه بقى التستات؟ الجمله دي مهمه. تمام، بيست انيشال سكريننج تيست از ذا رينال ارتري دوبلكس. ليه؟ لان في تيستات كتير قوي قوي قوي. تمام، ولو قعدنا نتكلم فيهم مش هنخلص، بس يعني في عندك الحاجه بتاعت الانجيوجرافي مثلا سواء بالسي تي سكان بالبيت سكان بالحوارات مش هنخلص. تمام، فهو بكل بساطه بيقول لك ان البيست انيشال سكريننج تيست از ذا رينال ارتري دوبلكس. اخد بالي قوي قوي من الكلام اللي بيقوله انيشال سكريننج تيست، سكريننج تيست يعني ما تجيش تقول لي لانه سهل قوي ان يحط لك تركايه يقول لك البيست دايجنوستيك تيست. لا طبعا، الدايجنوستيك محتاجه حاجه ادق. طب قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت المقارنات ديت، هو ايه اصلا الرينال ارتري دوبلكس الترا ساوند دوت؟ هو بكل بساطه يعني هنا كنا بحثت عنها شويه، بيقول لك اهو الارتري دوبلكس الترا ساوند دوت يعتبر اكيوريت شويه، طبعا مش اكيوريت خالص لدرجه ان انا اعتبره دايجنوستيك، بس اكيوريت يعني اهو يديك فكره يعني. تمام، وفي نفس الوقت مش خطير، مش انفيسيف بتاع. ليه؟ لان في حاجه تانية هنتكلم عنها دلوقتي اسمها الانجيوجرافي. تمام، بتضطر تحط له حاجه ايه بقى، ايه راديو اكتيف ومش عارف ايه، عشان تقدر تشوف الفيسلز شكلها عامل ايه من جوه. طب انا ليه اعرضه للخطر؟ الاول اعمله سكريننج بحاجه بسيطه كده سريعه، مش محتاجه وقت ولا فلوس ولا، ومش انفيسيف، مش اعرضه للخطر يعني. تمام، بس فصورة ايه ديت اللي فوق دي هي اللي ايه، هي الالترا ساوند. زي ما انت شايف الصورة مغبشة شوية، مش دقيقة جدا، لكن تديك فكرة يعني. لو انت بصيت هنا هتلاقي مثلا ايه، لا ده في حتة هنا فاضية، دي غالبا هنا في ستينوزز، المكان ضيق شوية، بس مش دايجنوستيك. ايه الدايجنوستيك بقى اللي تحتها دوت؟ زي ما انت شايف هنا دي الصورة هنا دق جدا. ايه ده؟ ده الانجيوجرافي. تمام، هو ده الانجيوجرافي اللي احنا هنيجي دلوقتي ونتكلم نقول عليه ان هو ده البيست دايجنوستيك بقى. لا ده انت شايف البتاع واضحه جدا وتقدر منها زي ما شفنا هنا، ده برضه انجيوجرافي. تمام، زي ما انت شايف هنا، لا دي دقيقه جدا وبتقول لك هو الفيسل يعني ضيق جدا من الحته دي. تمام، نمشي طيب مع الخطوات واحده واحده. يبقى اول حاجه بيقول لك ان الالترا ساوند ده هو البيست سكريننج تيست. تمام، افتكر كلمه سكريننج عشان ايه ما نخشش في تركايه كده في الام سي كيو. تمام، بيقول لك برضه ممكن استخدم الانجيوجرافي اللي احنا اتكلمنا عليه ده. تمام، برضه يعتبر انفيسيف، هو يعتبر مور انفيسيف من ناحيه انت بقى لازم تديله راديو اكتيف ومش عارف ايه، بس انا انفيسيف مش من ناحيه انت مش محتاج بقى تدخل منظار ولا الكلام ده، لا برضه من ايه اشعه والكلام ده. تمام، وهيجي تحت ويقول لك ايه، الارتيريو جرام از ذا بيست ميثود فور ايه كونفيرمينج دايجنوس. هتقول لي ده هنا بيتكلم عن الارتيريو جرام مش الانجيوجرافي، يقول لك ان واحد. تمام، الارتيريو جرام دي زي ايه، زي النتيجه اللي تطلع من الانجيوجرافي. الانجيوجرافي دي البروسيس انت تعمل العمليه وبتاع، لكن النتيجه بقى الصوره اللي هتطلع لك وكده دي اسمها ارتيريوجرام. تمام، يبقى بس عايزك تاخد بالك الانجيوجرافي هو هو الايه الارتيريوجرام، بس فكره بس الارتيريوجرام ده النتيجه اللي تطلع لك ودي اسم الايه البروسيس نفسها. تمام، هتقول لي ده بيقول انجيوجرافي مش انجيوجرام، هي هي ما هو انجيو بيتكلم على الفيسلز بشكل عام، لكن ارتيريو بيتكلم على الارتري، بقول له انت هتعمل تيست عليها هتعمله على الارتري، بس عايزك تاخد بالك الانجيوجرافي هو هو الارتيريوجرام. ماشي، وان دوت الدايجنوستيك بيست ميثود فور دايجنوستيك، لان دقيقه جدا وبتاع، بستخدم راديو اكتيف ماتيريال فبتوريك البتاع بشكل دقيق جدا زي ما انت شايف كده شكلها يعني واضح جدا. ما شاء الله يعني. تمام،
طيب بيقول لك انا في حاجه اسمها الكابتوبريل رينوجرام. ايه ده؟ ده سيدي بكل بساطه انا اصلا شخصيا اول ما شفت كلمه كابتوبريل قلت ايه ده، أنا مش ده كان دراج وبتاع خدناه قبل كده؟ هو فعلا بيستخدم الكابتوبريل ده بكل بساطه، ان هو بيديك برضو ماده راديو اكتف، تمام، او راديو ايزوتوب يعني ايا كان، المهم بيديك حاجه راديو اكتف، تمام، وبيقيس هي الكيدني طلع منها قد ايه، تمام. يعني دلوقتي جيت اديت لك الراديو اكتف ماتيريال دوت، بعد كده جيت طلعت يورين، انا جيت بقى شفت مثلا في اليورين دوت النسبه بتاعه الراديو ايزوتوب دوت قد ايه، تمام. بعد كده اديت كابتوبريل، الكابتوبريل ده هيعمل ايه؟ ده انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، اللي هو يعني ايه، بيقلل من البلاد بريشر شويه، او بيعمل بيوسع البلاد فيسلز، تمام. ده ما ترجع تفتكر الكلام ده، لو عايز ترجع تبص عليه ارجع بص عليه، بس احنا مش عايزين نخش في تفاصيل دقيقه عشان ما نطولش قوي. الكابتوبريل ده ايه؟ ايس انهبيتور، تمام، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، فهيخفف من البريشر العالي دوت وايه، ويقلل البلاد فلو. هتقول لي انت دلوقتي لخبطتني، ازاي انا لما اقلل البريشر دوت هقلل البلاد فلو؟ المفروض ان انا البتاع لما كان ضيق وانا وسعته المفروض يزيد. اقول لك لا، ما انت خلي بالك من حاجه، انت اللي بيحدد لك البرفيوجن او الدم البلاد فلو اللي واصل هو البلاد بريشر. طالما البلاد بريشر عادي، عفوا عالي، يبقى جاي لك دم كتير. لو البلاد بريشر واطي مش هيجي لك دم كتير، تمام. الموضوع ده مش بالبساطه ديت، لان في تفاصيل، وممكن مثلا تتكلم على الاند ستيج. طب هو لو ضيقه خالص؟ لا، لو ضيقه خالص هنا ساعتها الموضوع يفرق. يعني مثلا هنتكلم على الاوكلوجن مثلا، لو جيت قلت لك ان في اوكلوجن الارتري مسدود خالص، لا هنا ممكن حتى لو وسعت الارتري شويه ده يزود البلاد فلو. ليه؟ لان هي اصلا كانت ضيقه على الاخر، ما كانش في دم معدي، لكن انت لما وسعتها صح، انت قللت البلاد بريشر لكن سمحت للدم انه يعدي. فدي تفاصيل مش عايزين نخش فيها قوي عشان ما تلخبطش نفسك. لكن هو في الطبيعي، في يعني الديفولت كده اللي انت بتتكلم عليه في الطبيعي، ان طالما انت قللت البلاد بريشر يبقى هتقلل البلاد فلو، هتقلل البرفيوجن، تعمل هايبو برفيوجن، تمام. بس فهو دي الفكره كلها في الموضوع. طب انت دلوقتي لما قللت بلاد فلو، لما اديت له الاس انهبيتور دوت، قللت بلاد فلو، ايه اللي هيحصل؟ مش هيطلع لك الراديو ايزوتوب. الكدني لما تيجي تشوف اليورين اوتبوت بقى بعد ما اديت له الكابتوبريل دوت، مش هيطلع راديو ايزوتوب ده بالكميه نفسها، او هيطلع بكميه اقل شويه. فهنا بقى اقدر اقول لك ده البتاع فعلا كان ضيق، والدرج ده وسعه، يبقى ده يعتبر ايه، تيست كده يقول لك ده فعلا كان عنده ستينوزس، تمام. لان هو في الطبيعي هتقلل برضه، بس مش هتقلل بالكميه اللي هيقللها لو عنده ستينوزس، تمام. فعشان كده التست ده مش يعني مش ممتاز، يعني ده وي طريقه من الطرق، لكن البيست كونفيرمنج لا، ان اللي دخلني في البتاع ده وممكن يكون زاد عشان بسبب اخر، او قل شويه بسبب حاجه تانية، لا اديله على طول ارتريجرام راديو اكتف، تفضل ايزوتوب، واشوف البتاع ايه بالاشعه وبتاع. فعشان كده البيست ميثود افتكر الارتريجرام، لكن لازم تفهم ديت عشان هو ما زال الطريقه وفي ناس بتستخدمها برضه، تمام. فنقرا الكلام، بيقول لك هو الكابتوبريل رينوجرام نون انفيسيف، طبعا برضه نون انفيسيف، ما دخلش اي منظار ولا اي حاجه، انت بس اديت له راديو ايزوتوب، تمام. ميجرز ذا ابتيك اوف راديو ايزوتوب بيفور اند افتر ادمنستريشن اوف كابتوبريل، اللي هو ايه، اللي هو الايس انهبيتور. طيب امتى يكون بوزيتيف تيست؟ يكون بوزيتيف، بوزيتيف يعني يكون عنده ستينوزس فعلا. امتى؟ لما يكون في ديكريز ذا ابتيك. ليه؟ لان ساعتها معناها ان حصل ديكريز في الجي اف ار، وفعلا هو هيحصل ديكريز جي اف ار فقط لما يكون عنده ستينوزس، يعني هيكون فعلا ديكريز في الجي اف ار ملحوظ، ومش هتشوف مثلا راديو ايزوتوب ده بكميه ملحوظه في اليورين. لو كان عنده ستينوزس وبعد كده انت وسعته جامد، فساعتها فعلا هتلاقي ايه، ديكريز جي اف ار ملحوظ، يعني هتاخد بالك ان فعلا لا ده بوزيتيف كده، ان هو فعلا كان عنده ستينوزس، تمام. بس كده دي التركيبه بقى، الكلام اللي بقول لك عليه تفاصيل زياده، اللي هو بيقول لك accuracy is diminished with renal insufficiency. اصلا البتاع البرفيوجن بتاعه قليل خالص، ماشي، عنده insufficiency، renal insufficiency يعني مش جاي له blood flow كفايه، تمام. عنده شوك، عنده مش عارف مثلا زي ما احنا occlusion مثلا، ساعتها ده مش هيبقى دقيق، لان هو مثلا اصلا ممكن يزود blood flow بالعكس، رغم انه عنده ستينوزس، بس ساعتها ممكن يزود البلاد فلو مش يقلله، لان انت اصلا كان عنده اوكلوجن وكان سد الطريق كله. فدي تفاصيل مش عايزين نخش فيها عشان الموضوع ده ايه بقى، لا دي الناس اللي عايزه تعمل بحث بقى في الموضوع ده يروح يبحث فيه. لكن احنا ايه، يكفينا قوي ان احنا نعرف ان الكابتن بيرلين جاب دي طريقه نون انفيسيف للكونفرميشن الدايجنوسيس، لكنها مش دقيق قوي بالذات في حاله الرينال انسفيشنس، بس ده اللي عايزك تعرفه، تمام. وان هو بيكون بوزيتيف تيست لما يكون في ديكريز ابتيك، لان دي ام سي كيو يقول لك امتى يكون بوزيتيف تيست، لما يكون في انكريز ابتيك، ديكريز ابتيك، نو ديفرنس، ومش عارف، لا هي ديكريز ابتيك. ليه؟ لان انت قللت البلاد بريشر فقللت البلاد فلو، بس كده، مش عايزين نكتر في الكلام اكتر من كده، تمام.
دي يعني ايه، تقدر توقف الفيديو تقرا الكلام دوت، بس دي يعني ايه حبيت اجيب لك مصدر كده تقراه لو انت عايز تشوف كيفية الشغل بقى بتاع بيشتغل ازاي، وليه ممكن يقلل وليه ممكن يزود. يعني دي كلها بيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك، اللي هو ايه، اللي هو ان ممكن في حالة معينة مثلا لو عنده اوكلوجن، طب ساعتها لا، الايس انهيبيتور ساعتها هيزود الابتيك بتاع الراديو ايزوتوب، فساعتها هو ده اللي بنقول عليه مثلا ايه، لا الاكيورسي هنا مش دقيق قوي، وهكذا. فدي كلها تفاصيل ممكن توقف، انا اقول لك يا ريت توقف الفيديو وتقراها، بس انا مش هوقف الفيديو ده عشان ما تكترش في الكلام. تمام، عظيم جدا. اعالج بقى الرينال ارتري ستينوز ده ازاي؟ يبقى بيقول لك بص، انا هنا في حاجه انترستنج، يعني ان احنا دايما كنا بنقول يا ريت دايما تبدا بالادويه، ولو الادويه ما نفعتش ممكن ايه تعمل سيرجري، ده بشكل عام في اي مرض اخر. هنا لا، هنا انت البيست تريتمنت بيكون انت تخش تعمل عمليه. تمام، عملية ايه اللي هي البيركيوتينيس ترانزيومر انجيوبلاستي، هي انجيوبلاستي دي الكلمة اللي لازم تعرفها. تمام، اللي هي زيها زي اللي بيتعمل في القلب، لما القلب برضه بيكون في كورونري مش عارف مثلا، في برضه مسدود والكلام دوت، وفي اثيروسكلروزز في الكورونري ارتريز، برضه بنعمل انجيوبلاستي. تمام، انت تدخل حاجه كده زي ستنت، دي اسمها ستنت. تمام، بتوسع كده وبتوسع الارتري غصب عنه. تمام، بتزق يعني البلاك ده على جنب كده. تمام، ده لو اثيروسكلروزز. بس فده ده البيست ايه تريتمنت دي، يعني جه ده برضو كاجابه كده نهائيه، اللي هي البيست تريتمنت انجيوبلاست من غير ما اعرف اي تفاصيل. تمام، زي مثلا في الشوك اللي فاتت قلنا بشكل عام، والله لو عنده شوك اديله نوربينفرين، في تفاصيل اخرى وممكن لو عنده مش عارف نوع معين اديله كذا وبتاع، لا انت هنا بتكلم في الديفولت بتاعك، الاساس بتاعك ان التريتمنت الاساسي هو الانجيوبلاست. طيب جه هنا بقى قال لك ايه، والله عملت له انجيوبلاستي برضه ما نفعش، او ستينوزز بقدر اتراكم تاني وبتاع، ممكن اكرر تاني واعيد انجيوبلاستي، طب برضه ما ينفعش، ممكن بعمل سيرجري. اعمل سيرجري ازاي؟ مثلا اعمل باي باس، ازاي برضه في القلب، ممكن مثلا اوصل كده عفوا نحط القلم هنا فين يبقى ممكن نعمل ايه برضه باي باس زي ما كنا بنعمل في القلب، مثلا بدل ما يبقى الطريق بتاعه كده، لا هنعمل له طريق كده يكون مختصر، اوصله كده اهو بعيد عن الاستينوزس ده. تمام، فده نوع من انواع السيرجري ممكن تتعمل مثلا. تمام، بس كده. طيب نرجع تاني، يبقى احنا قلنا الانجيوبلاستي رقم واحد، رقم اتنين ممكن يبقى سيرجري. بيقول لك رقم ثلاثة، ده الغريب اللي احنا قلناه، ان ايه هنا المرة دي الميديكيشن هيبقى اخر حاجة، الريزيرف ميديكال ثيرابي ويز ايس انهبيتور في الاخر خالص، مش نافع معاهم ده ولا ده. طب ليه الموضوع هنا مختلف عن بقية الامراض؟ ليه بقية الامراض دا دايما بنخلي الميديكيشن الاول وده؟ لان بقية الامراض الموضوع بيعالج المرض نفسه، لكن هنا لا، انت هنا مش هت الايس انهبيتور ده مثلا مش هيخش يشيل لك البلاك او يشيل الاثيروسكلروزز، لا ده هيحاول يعالج الموضوع بان هو يوسع الشريان. طب احنا لسه قايلين اهو، انت لو وسعت الشريان هتقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت، ما انت هتقلل بلاد بريشر، فهتقلل ايه الفلتريشن ريت، او هتقلل يعني البلاد فلو اللي جاي الكدني، وساعتها ممكن تاذي الكدني حضرتك. احنا عارفين البلاد فلو لما يقل الكدني ممكن تاذي الكدني، بس كده. تمام، وهنا تفصيلة زيادة ما يعني مش مهمة قوي، بيقول لك والله لو هو بس في كدني واحدة يبقى ساعتها مثلا ايه، ما عادي ممكن تستخدم الانجيوبلاستي او الايس انهبيتور، بس زي ما قلت لك الطبيعي بتاعك. تمام، الاساس بتاعك ان لا انا هستخدم انجيوبلاستي، مين بقى احسن من التاني؟ هو الاساس بتاع الانجيوبلاستي، وخلينا نقول في كل الاحوال هو بيقول لك الفول يونيلاترال مش فرق كبير. طيب ماشي، بس برضه همشي بالانجيوبلاستي. تمام، بس كده، يبقى تريتمنت انجيوبلاستي، بعد كده سيرجري، بعد كده ايس انهبيتور عشان بخاف على الكدني. تمام، وهنا برضو يعني مفيش حاجة هنا، لا مفيش حاجة موجودة زيادة نقولها، بس كده. احنا كده خلصنا الموست كومن كوز اللي هو كان الرينال. تمام، واتكلمنا بالتحديد على الموست كومن كوز اللي هو الايه، الرينال ستينوز. وانا في اسباب اخرى، في اندوكراين هرمونات. تمام، وده تاني اكبر سبب بعد الرينال. ايه بالظبط؟ والله وانا ده كلام كذا واحدة، هنقول على كل واحدة كلمتين كده على السريع. تمام، يبقى ايه اللي ممكن يحصل في الاندوكراين؟ ممكن خلينا نبص على الادرينال جلاند، افكر بالادرينال جلاند حاجة سريعة كده، ان هو كان في عندك مدلة وفي كورتكس، والكورتكس كان في منه 3 اجزاء، الجلوميرولوس اللي بتطلع لك الدوستيرون، والالدوستيرون دوت كان الايه الفانكشن بتاعه ان هو بيعمل بيحافظ على الميه يعني جوه الجسم مش بيطلعها بره. تمام، وبعد كده كان في الفاسيكولات وده اللي بيطلع لك الكورتيزول. تمام، وبعد كده كان في عندك الريتيكولاريس اللي هو ايه بيطلع لك الاندروجينز بقى. تمام، وفي المدلة تحت خالص اللي بيعمل لك الايه الكاتيكولامينز. طيب يبقى نبص بقى على كل مشكله ممكن تحصل. اللي فيه كروموسايتوم هنتكلم عليه تحت، ورغم ان دي حاجه برضه اتكلمناها قبل كده زمان، فهي سهله جدا ان شاء الله مش هتطول معانا. طيب بيقول لك الكونز، ايه الكونز سندروم؟ افكرك بيها ان هي بكل بساطه ان حصل زياده في الايه، في الجلوميرولوس، ده شغله زياده، زاد هنا فطلع لك الدوستيرون كتير، لما يطلع لك الدوستيرون كتير ايه هيحافظ على الميه جوه الجسم مش هيطلعها بره، فبكل بساطه هيعمل لك سكندري هايبرتنشن، بس كده.
ايه اللي سبب بقى كون سندروم، كيكون تيومر بقى او بتاع ايا كان، بس انا بتكلم على كون سندروم كسبب لزياده الالدوستيرون بس كده. طب عظيم الكوشنج هنتكلم عليه تحت. البيتويتري كان في الاكروميجلي، طب ايه اللي علاقه الاكروميجلي بالموضوع؟ والله بحثت عنها، مش يعني مش علاقه واضحه وصريحه قوي، لكن هو بيقول لك بكل بساطه المفروض انها موجوده هنا. لا ما فيش حاجه مكتوبه هنا بشكل واضح. يبقى بكل بساطه لما بحثت عنها كان بيقول لك ان والله اكروميجلي واحد جسمه، احنا عارفين الاكروميجلي بيكون في زياده في الجروث هرمون. الجروث هرمون ممكن بشكل مباشر يزود البلود بريشر، طبعا الجروث هرمون بيزود الميتابوليزم مش عارف، ممكن يزود البلود بريشر، لكن برضه في نفس الوقت لما اصلا جسمه يكبر فانت بتضطر يعني ايه، بيحافظ على بلود فوليوم اكبر وكده، فده هيزود حمل على القلب، فبرضه الكارديك اوتبوت هيزيد وممكن الهارت ريت يزيد والكلام ده. في علاقه مش مباشره قوي، لكن خليك عارف الاكروميجلي والله جروث هرمون جسمه كبر، فهيبقى فيه شغل اكتر على القلب فهيزود البلود بريشر، بس كده اعرفها كده لو عايز تفتكرها يعني. ممكن كوشنج، طب ليه كان ده كوشنج هنا وهنا؟ اللي ممكن كوشنج يكون كوشنج سندروم، لو تفتكر فرقنا الكلام ده قبل كده في الباثولوجي بتاع الاندوكراين، وقلنا لو قال لك كوشنج سندروم يبقى ده تيومر في الجسم بشكل عام بالتحديد يعني في الادرينال جلاند، لكن قال لك ديزيز كوشنج ديزيز ده، فكده كان ايه في البيتويتري بالتحديد، يعني البيتويتري كان فيها تيومر زود منها الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش ده الهرمون اللي كان بيقول للادرينال جلاند ان تطلع الايه، تطلع الكورتيزول. طيب هنتكلم على تحت برضه زي ما قلنا الثايرويد، طب ايه علاقه الثايرويد؟ والله بيقول لك هنا هايبوثايروديزم، بعد كده هيجي على فكره بعدين ويقول لك هايبر ثايروديزم. او يعني مش هيقول لك، كان فوق تقريبا مكتوبه فوق في النمونيك اللي فوق. المهم يعني ايه علاقه الثايرويد؟ والله الاثنين زي ما قلت لك الاثنين ممكن يزودوا اهو، ثايرويد ديس فانكشن بوث هايبو اند هايبر ماي انكريز هايبر تنشن. تقول لي ازاي يعني، ايه كيف يعني؟ اقول لك بص، يعني لو هايبر ثايروديزم دي واضحه وصريحه، لان هايبر ثايروديزم يبقى هيطلع ثايرويد كتير، يبقى احنا عارفين الايه، الهايبر ثايروديزم مثلا بيزود مع الهارت ريت وبيزود الميتابوليزم، فده هيزود البلاد بريشر والهارت ريت عادي. طب الهايبو ازاي؟ قال لك والله ده في يعني مرحله معينه من الهايبو، ان هو بص بيقول لك هنا ايه، انكريز بيريفيرال فاسكولار ريزيستنس اند لو كارديك اوتبوت. والله وانت جيت الكارديك اوتبوت بتاعك قل، لان الهاي ثايرويد هرمون قل، فالقلب مش شغال كتير برادي كارديو بتاع، فده هيراكم جواك شويه ايه من الفلويد جوا الجسم، فده هيزود البلاد فوليوم يعني، وبرده ايه ايفينشوالي بقى في النهايه هيزود الكارديك اوتبوت، يعني انت في الاول قللت بس بعد كده هتزود، فعشان كده قال لك الاثنين ممكن يكون لهم علاقه بالهايبرتنشن. تمام، بس برضو مش علاقة زي ما قلنا يعني واضحة وصريحة، ممكن تقف الفيديو وتقرا كلام مكتوب دوت، بس زي ما بقول لك يعني ايه، مش حاجة مباشرة يعني، بالذات الهايبوثايروديزم لا، المفروض في الأول بتقلل البريشر بعد كده ممكن تزوده في الآخر. تمام، طيب عظيم. المكسديما زي ما قلنا دي الايه، زي الهايبوثايروديزم، الهايبوثايروديزم هو لما يخش في كوما والكلام ده بيبقى اسمه مكسديما، نفس الأسباب اللي اتكلمنا عليها. طب الباراثايرويد افرض في هايبر باراثايرويدز، ده بكل بساطه ان ايه، مكتوب هنا الصوره هنا عشان نوضح الدنيا، الباراثايرويد ده كان من الفانكشنز بتاعته ان هو يزود الكالسيوم ايه ليفل في البلاط، فلما يزيد الكالسيوم فده ممكن يزود الديبوزيشن بتاعه في الوول، فحاجه زي كده زي الاثيروسكلروسيس يعني، فبرضه هيزود الاستيفنس وده هيزود الايه بلاد بريشر. ف ايش طيب، في اسباب اخرى زي ما انت شايف، بس يعني انا قلت اختار اسهل واحده فيهم عشان تقتنع كده في نفسك وتقدر تحفظها من غير ايه، من غير ما تتضايق. طيب اللي احنا قلنا فيه حاجتين هنتكلم عن تحديد في كروموسايتوما والكوشنج، كلام سهل جدا يعني المفروض تكون فاكره، ان احنا واخدينه في اندوكراين ما كملناش ايه 3 شهور تقريبا يعني او 4 شهور. فبيقول لك ده الموست اوفن بيكون بناين تيومر، تمام، وعنده لو تفتكر الايه رول اوف 10 اللي هي كل حاجه 10%، ان 10% منه بيكون بره الادرينال جلاند، 10% بيكون بايلاترال في الناحيتين، 10% فاميليال، و10% بيكون في الاطفال، واحيانا بيظهر بيكون مالجننت، و10% بيكون اسوشيتد وذ ايه اللي هو المالتيبل اندوكراين نيوبليجيا والكلام ده، لو تفتكر بقى ايام الباثولوجي الاندوكراين، و10% ممكن يكون ماستر وهكذا يعني، اللي هي رول اوف 10. فهو اختار لك 10 هنا بس، قلت افكرك بيهم الباقيين، ان 10 بايلاترال، 10 مالجننت، 10 ايه اكسترا ادرينال. طيب احنا قلنا الفيو، طب ايه الفيو كروموسايتوم برضو ده تيومر فين؟ في الادرينال جلاند فين بالتحديد؟ بيكون في لو جانا الصوره ديت في الفاسيكولات، في الفاسيكولات مظبوط، في الفاسيكولات، فزود الكورتيزول، عفوا لا 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 معلش خطا سريع، خطا قاتل، مش في الفاسيكولات. التيومر هنا بيكون في المظله، المظله اللي تحت اللي هي بتعمل سكريشن اللي هي ادرينال، اللي نور ادرينال اللي هم الكاتيكولامينز. طب ايه الفانكشن بتاع الكاتيكولامينز دول؟ كان بيزودوا البلاد بريشر، ازاي بقى ان هم يزودوا الهارت ريت ويعملوا فيزو كونستريكشن والكلام ده كله؟ ماشي، المهم ان هو يعني ايه، هيشغلوا المظله ويزود الكاتيكولامينز. تمام، طيب فهيبقى ايه السندروم بتاعك بشكل عام ازاي يعني، او ايه الساينز اللي هتشوفها ان هيبقى فيها هايبرتنشن، ده اللي احنا هنتكلم فيه. الحاجات بقى اللي ليها علاقه بالهايبرتنشن زي الهيديك والسويتنج والبالبيتيشن والتكارديا، كلام قديم كله سهل يعني، ان شاء الله مفيش اي مشاكل. فلاشنج برضو لان البلد شغال بقى في جسمك كله وبتاع، وسويتنج ما نفس الكلام يعني ما اختلفناش، بس بيقول لك السيمتومز بتاعتها لو تفتكر الباراجانجليوما دوت اللي هو عباره عن ايه، عباره عن في كروموسايتوما بس بره الايه،
بره الادرينال جلاند لو تفتكر يعني. طيب واقول لك السيمتوم ثاني، اكتر حاجه بتيجي البلاد بريشر اللي احنا بنتكلم فيه، والهيديك والسويت، بعد كده الحاجات دي كلها ممكن وممكن لا. تمام ماشي. طيب التست بتاعتها برضو لو تفتكر، لو هفكرك بالميتابوليزم بتاع الكاتيكولامينز، تمام، كان كالاتي اهو، ان هو بيعمل لك كاتيكولامين، بعد كده بيحاول يكسره حاجه اسمها ميتانيفرينز، دي حاجه كده في النص يعني، تمام، باي برودكت كده، وبعد كده في الاخر بايه بيتكسر لحاجه اسمها الاي ال في ام اي اللي هو المانديليك اسيد، ده الفانيليك اسيد او الفينومانديليك اسيد. المهم يعني اي ميتابولايت منه تقدر تقيسه وتشوف ليفل بتاعه، طالما زاد يبقى انت كده عملت ايه تيست للموضوع سهل يعني. فهو البيست تيست بالذات يعني انيشال حاجه في البدايه كده سهله تعملها بسرعه، تعمل تحليل بول بس، لو زاد الفانيليل المانديليك اسيد دوت خلاص، او الميتانيفرين اللي هو كان في النص يعني، سواء ده او ده، او الكاتيكولامين نفسها، ما هو الكاتيكولامين لو زاد هيزود التلاته، فقشطه يعني كلهم تقدر تقيس اي واحده فيهم. تمام، او تقيس الكاتيكولامين مش في اليورين، تقيسه في البلازما، ما اختلفناش. ماشي. طيب لو في تيومر تقدر تشوف بقى التيومر بحاجات اللي تكشف على التيومر، زي ايه؟ زي السي تي والام ار اي. ماشي. طيب الحته دي مهمه شويه، ايه التريتمنت بتاعك؟ بتستخدم حاجه اسمها الفا ايه يعني، الفا بلوكر، تمام، بعد كده بتشيله بسيرجري، ده اي تيومر، اي تيومر انت الطبيعي بتاعك ان انت لو ينفع تشيله بسيرجري شيله بسيرجري خلصان. تمام، الجمله هنا اللي عايز عليك تركز فيها، بيقول لك ليه نوت ريسبوندنج تو بيتا بلوكر. تمام، هو مش فكره نون ريسبوندنج، هو فكره ان خطر اصلا، انا المفروض ما ادوش بيتا بلوكر الاول ليه؟ حاولت ابحث عنها شويه. تمام، بيقول لك ان انت ممكن تديه بيتا بلوكر بس في الاخر بعد ما تديله الفا بلوكر. ليه؟ لان انت لو اديته بيتا بلوكر ومن غير ما تقفل الفا كده، الفا هيكون زياده يعني، كل الكاتيكولامين بدل ما يشتغل على البيتا كله هيشتغل على الفا، والالفا بقى ذات نفسه كان ليه بقى اكشن على الهارت، يزود الهارت، فساعتها انت كده عايز تعالج الهايبرتنشن، هتعمل هتدخله في هايبرتنسيف كرايسيس. تمام، فهي انا ليه مش بستخدم بيتا بلوكر؟ بستخدمه بعد الالفا بلوكر يعني، ممكن استخدم الالفا بلوكر بعد كده، بعد بقى بيقول لك هنا يومين بقى ومش عارف ايه تستخدم بيتا بلوكر، لكن في الاساس خلينا مع البي دي اف بتاعنا ان انت ما تدوش بيتا بلوكر، اشتغل مع الالفا، لان الالفا ده هو ده اللي بيشتغل على ايه، هو ده اللي ليه علاقه اكتر بالهايبرتنشن، مثلا انه يشتغل على القلب والفيسلز وبتاع، مش عايزين نخش في التفاصيل بقى، عايز تراجع تفاصيل الفارما بقى، والبيتا 1 فين والبيتا 2 فين والالفا 1 فين يعني، مش عايزين نطول زياده عن اللزوم عشان الفيديو هيبقى كتير او كده. تمام، لكن بكل بساطه زي ما قلت لك البيتا بلوكر ممكن تديه في الاخر بعد ما تعمل بلوك للالفا، لان لو قفلت البيتا بالاول يبقى كل الكاتيكولامينز هتشتغل على الالفا، وساعتها تدخله في ايه، هايبرتنسيف كرايسيس، لكن طبعا الاهم من ده كله انت تعمل سيرجري وتشيل التيومر كلها على بعضها. تمام، طيب تاني حاجه قلنا هنتكلم فيها طبعا الاندوكراين الكوشنج، سواء بقى ديزيز او سندروم. تمام، طبعا الساينس بتاعتها برضه نفتكرها زي المونفيس، افكرك بالصوره ديت. تمام، الكوشنج لما بيزيد بيزود الكورتيزول، الكورتيزول بقى ليه ايه فانكشنز كتيره بقى برضو ممكن ترجع وتشوفهم، لكن الحاجات الاساسيه بتاعته ان هو بيكسر بيكسر بروتين ويزود الفات، فلما يزود الفات بيعمل لك immune phase وممكن ايه obesity وكلام من ده. تمام، وفي نفس الوقت بيكسر بروتين فتلاقي poor wound healing، ما يعالجش بسرعه، والماسلز تضعف، وبرضو ايه stretch marks عشان كل جيم بتاع السكن بيتكسر، فتلاقي stretch marks والكلام ده. تمام، لكن برضو ايه ليه metabolic functions، فممكن لما يزيد الكوشنج سيندروم يعمل لك برضه ايه زياده في البلاد بريشر، هي دي اللي انا عايزها. تمام، ممكن تعمل لك زياده في البلاد بريشر، الكورتيزول بيزود البلاد بريشر بس كده. تمام، وطبعا برضه ايه في منستر ريجولاتري، لان هو ليه برضه فانكشن لو تفتكر حاجه بسيطه كده، ممكن ايه من ناحيه الاندروجينز كده يبقى ليه علاقه بفانكشن الاندروجينز ان هو ياثر على المنسترال سايكل والكلام ده، فلو زاد زياده عن اللزوم ممكن يعمل ايه شويه ايريجولاريتي في المنسترال سايكل. اوكي، طيب عظيم. يبقى لو قلنا لو ديزيز يبقى تبع البيتويتري. تمام، البيتويتري هو بيطلع ايه، بيطلع سي دي اتش، فلو في تيومر في البيتويتري هيطلع سي دي اتش كتير، يبقى هيشتغل على الادرينال جلاند ويطلع ايه، يطلع كورتيزول كتير. طيب الكي فيتشر زي ما قلنا الهايبرتنشن هو ده اللي احنا مهتمين بيه، والحاجات بتاعته بقى كلها اللي هي الاوبستي والهامب والحكايه اللي قلنا الكلام ده، البيرد هيلينج. ماشي، بعمل هنا التست بتاعي ايه، خلي بالك انت كل مره بتتكلم على التست بتاعه، ودي حاجه مهمه لان احنا حاليا في الكلينيكال لازم كل حاجه فعلا ايه نهتم اكتر، انا هكتشفها ازاي، هعملها دياجنوسيس ازاي، ان ما اقعد اخد كلام كله نظري من غير ما اقدر اطبقه يبقى ملوش لازمه. فبيقول لك بعمل حاجه اسمها ديكساميثازون سفشن تيست، يعني حرفيا حاجه اتكلمنا عليها برضه بكده كتير جدا وسهله جدا، اللي هي ايه فكره انت تستخدم حاجه ليها علاقه بالنيجاتيف فيدباك، مش عايزين نخش يعني ده الصوره دي ممكن تخوفك، لا الفكره كلها ان انت ايه بتديله حاجه ليها علاقه بالكورتيزول، او مش بديله كورتيزول على طول، بديله ديكساميثازون. لو تفتكر ديكساميثازون كان ليه خاصيه ان هو مثلا ليه لونج اكشن وبتاع، يعني الحق اديله واقيس والكلام ده ماشي، لكن لو اديت له كورتيزول مباشره ممكن يتكسر بسرعه والكلام ده، ما الحقش ايه اقيس، فبديله ديكساميثازون. ومفروض يعمل سبريشن ليه، لان انت في الطبيعي بتدي ديكساميثازون، فالمفروض ايه يبقى خلاص البيتويتري يقول لك ده في ليفل، في ليفل عالي من الكورتيزول اللي هو يعني في شكل الديكساميثازون، فمش هطلع اي سي تي اتش، فساعتها خلاص هتلاقي الليفل كورتيزول واطي زي ما هو، فده الطبيعي بتاعك.
لكن لو اديك سيميتازون حطيته وبعد كده لقيت برضه مازال فضل ليفل الكورتيزول عالي، معناها ان ما استجابش، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ملهاش علاقه بالاي سي تي اتش، كده الاي سي تي اتش ما فيهوش مشكله، مشكله كده عندك ان انت في تيومر في الادرينال عمال يطلع الكورتيزول. خلي بالك ان احنا ايه، في فرق هنا بالسندروم وديزيز، حمين نقول في ديزيز في البيتويتري وفي احيان سندروم ده بيكون في تيومر في الادرينال، فانت لما تدي له كورتيزول ممكن بقى برضه تقيس بقى ليفل اي سي تي اتش. فانت مش عايزين نخش في التفاصيل دي، اللي هو مش كاتبها في البي دي اف، مش عايز الخبطك، لكن بس عايزك تبقى فاكر الكلام ده. احنا خدنا في الفسيولوجي بالتفصيل، يعني اللي هو ازاي احدد ده برايمري ولا سكندري، برايمري لو في مشكله في الادرينال، ده سكندري لو في مشكله في تمام في الثايرويد، وتيرشري لو في مشكله في البيتويتري وكده، او لا يعني حاجه في الرينج ده. بص مش عايزين نخش في التفاصيل دي عشان ما نلخبطش نفسنا، تمام؟ فبتعرف بس اسم التيست اللي هو ديكسمتازون سبريشن تيست، اللي هو بيشتغل بالنيجاتيف فيدباك، تمام؟ وطبعا ايه، ممكن تقيس مباشره الكورتيزون نفسه، يعني يورين كورتيزول تقيسه مباشره برضه، ايه ده تيست كويسه تقول لك. وطبعا ايه برضه، بما انه تيومر في البيتويتري فانت هنا سيرجيكال تشيله على طول التيومر، خلصان خلاص بعد ما اخلص المحاضره. بيقول لك طب خلاص بعدنا عن الرينال والاندوكراين، مفيش حاجه تانيه؟ لا في، بس الحاجات دي بالمناسبه كلها قليله خالص، يعني نسبها قليله خالص خالص خالص. طيب إيه، في مشكله في الكارديو فاسكولار طبعا، لو في كوارك تيشن لو تفتكر الكلام، نعمل زوم ان شويه كده. طيب واضح هنا كوارك تيشن، ايه المفروض في في ارش اوف اورتا بيمشي طبيعي؟ لا هو جه هنا ده وعمل لك ناحيه من ناحيتين كده وهنا، فطبعا البلاد بريشر هيزيد بشكل مبالغ فيه، لان الارت اصلا الاورت اكتر مكان فيه بلاد بريشر عالي في الجسم كله، فلما المكان ده يبقى فيه ضيق بالشكل دوت، فده طبيعي ايه تلاقي بلاد بريشر عالي جدا، تمام؟ وبالتحديد في الابر ايه اكستريمتيز، يعني بيقول لك اهو ماركتلي جريتر ان ابر اكستريمتيز، او طبيعي ان يكون اعلى اصلا من اللور، يعني طبيعي ان الابر يكون اعلى من اللور. لو تفتكر احنا كنا قلنا في المحاضره اللي فاتت في الشوك، ان انت لو لقيت مثلا ببلس في الرجلين تحت في الدورسال سبيدز يبقى كده مش عارف تقريبا 60، ولو طلعت لفوق وقيستها في الراديال ممكن تبقى كده 80، فهو مع الليفل يعني ده تحت وده فوق بتفرق، بس لو ماركت لي يبقى في حاجه غلط، المفروض بيختلفوا بس حاجه بسيطه، لو ماركت لي يبقى في كده في مشكله، والمشكله دي ممكن تبقى في الاورطه، لان الاورطه فوق بيبقى ايه تاثيرها مباشر وواضح، لكن تحت هيكون لا رجعت للطبيعي شويه، تمام؟ طيب ده في سي في اس كواركتيشن اوف اورطه، دي حاجه طبعا بتبقى ايه بيتولد بيها والكلام ده. طيب السي ان اس بيقول لك لو زاد الانتركرينيال تنشن، تمام؟ تنشن زاد في الانتر، ايه الحاجات ممكن تزود الانتركرينيال؟ خلينا نبص هنا كده، اي حاجه زود الانتركرينيال بريشر، تمام؟ واتخبط في دماغه، تروما، في انسفالوباثي، في تيومر في دماغه، ايا كان السبب، تمام؟ زود الانتركرينيال بريشر. طب ايه المشكله، ايه علاقه ده بالبريشر انه يزيد؟ بيقول لك والله طب ما انت دلوقتي لو الانتركرينيال بريشر زاد البلد مش هيطلع له بشكل طبيعي، لان ايه اللي يودي البلد من مكان فيه البريشر واطي اللي هو في جسمه بقيه جسمه يعني، ويوديه لمكان البريشر فيه عالي اللي هو في دماغه، لان انت زودت الانتركرينال بريشر، فمش هيطلع بشكل يعني كويس. فالجسم يقول لك لا ده انت مصيبه كده، لما مخ اهم حاجه طز في اي حاجه تانيه زود البلد بريشر، يلا يزود البلد بريشر عشان يودي الايه، يودي البلد بغصب عنه الايه للمخ، فطبيعي هنا هيزود لك البلد بريشر، تمام؟ بس كده. وبيقول لك لو زاد الانتركرينال تنشن فطبيعي دي حاجه اسمها كوشنج ريفلكس، كوشنج ريفلكس يبقى الجسم بيحاول يلحق ان الدم يوصل للمخ باي شكل من الاشكال، فهزود البلد بريشر ماليش دعوه، تمام؟ طيب التشيست، ممكن حاجه في التشيست، حاجه كده يعني مميزه اسمها اوبستركتيف سليب ابنيا، يعني نبص على شويه تفاصيل تبعها. السليب ابنيا ده ايه حرفيا، يعني اي حد بيشخر ده يعتبر كده انه عنده اوبستركتيف سليب ابنيا. ايه الفكره في الاوبستركتيف سليب ابنيا؟ الفكره كلها ان هو، نقرا هنا الكلام المكتوب هنا، during sleep المصل بيحصل ريلاكسيشن، طبعا طبيعي الباراسمباثيك بيشتغل فالمصل تريلاكس شويه، لكن لو في حاجات ريسك فاكتورز هتكلم عليها دلوقتي زودت الريلاكسيشن دوت، لا بتخليه يسد الطريق بقى، يحصل ريلاكس ويخش لجوه كده ويقفل الطريق بتاع الهواء، فانت طب كده الهواء لما مش هيخش كده حصل، هو عشان كده بيسميها ابنيا، كانه مش بيتنفس. طب لو مش هيتنفس او يحصل ابنيا دوت، الاكسجين بيقل الليفل بتاعه في الجسم، طب لما الاكسجين الليفل بتاعه يقل في الجسم فالبلد يشتغل اكتر عشان يوصل الدم، حتى الاكسجين فيه قليل بس يحاول يوصله، ده الطبيعي ان الجسم بيشتغل كده، لما يلاقي الاكسجين قليل مش واصل او واصل بكميه قليله فالقلب يزيد ايه الاكشن بتاعه، وعشان كده كومبليكيشنز ممكن تلاقي مشاكل في القلب، لان القلب بيشتغل وانت نايم اكتر من الطبيعي، المفروض لا القلب يهدى شويه، لا هيشتغل جامد عشان يحاول يوصل الاكسجين، تمام؟ والناس دي غالبا مثلا بتلاقيها بتشخر وفي ريسك فاكتور زي ما قلنا اكترها يعني شهرة اللي هي الاوبيسيتي، لو في اوبيسيتي ده اللي ايه الفات ديبوزيتس، هتلاقي كان خدود بقى ولغد بقى والحاجات كلها اللي عند الرقبة ديت هتساعد في الريلاكسيشن وتسد ايه تسد مع مع الماسلز كده في الطريق، وبرضه يحصل ابني ده بشكل اسهل، تمام؟ فده ريسك فاكتور، الحاجات دي كلها برضه ريسك فاكتورز اخرى ممكن تقراهم، بس يعني ايه دي اهم حاجة كنت عايز ايه اقول لك عليها، تمام؟ طيب
ده بالنسبه للتشيست. الهيماتولوجيكال دي سهله جدا، بيقول لك ان ايه، لو الفيسكوستي بتاع الدم زادت، طبعا الفيسكوستي زاد تزيد في الدم، يبقى كده البلاد الهارت ريت يعني ايه، القلب هيحتاج يشتغل بشكل اقوى عشان يوصل الدم. احنا عارفين الفيسكوستي لما بتزيد بتزود الايه الريزيستنس، مش هيتحرك الدم، مش من ماي كده يمشي بسهوله، لا تقيل تمام. فلما يبقى تقيل فالقلب يشتغل جامد ويزود الريزيستنس كده، هيكون عالي فالقلب يشتغل ازيد، وطبعا هيزود ايه البلاد بريشر. طب ايه اللي ممكن يعمل لك الفيسكوس دوت؟ ان اي حاجه من المحتويات الدم تزيد، يعني انت المفروض الدم الطبيعي بلازما ده الفلويد، وبعد كده حاجات تانية سوليدز بقى اللي زي الريد بلاد سيل او مثلا وايت بلاد سيل وهكذا، لكن المفروض بيبقى في نسبه معينه بلازما. طيب زادت نسبه السيلز بقى، مثلا في البوليسايتيميا الريد بلاد سيلز زاد تمام، او مالتيبل مايلوما في كانسر فالبون مارو عمال يزود من السكريشن بتاع السيلز وايت بلاد سيلز او غيره تمام. فدي كل حاجات هتعمل فيسكوستي في الايه في الدم وتزود الفاسكولار ريزيستنس تمام. اخر حاجه بيقول لك دراجز. طيب ايه الدراجز؟ زي ايه؟ زي الكورتيكوسترويدز، احنا اوريدي اتكلمنا عن الكورتيزول، فانت لما تدي كورتيكوسترويدز الفانكشن بتاعتها زي الكورتيزول تمام. الاورال كونتراسبتيف بيل دي اكتر حاجه يعني مش واضحه وصريحه، بتاعت الاورال كونتراسبتيف بيل ده اللي هو ايه، عباره عن استروجين يعني تمام. حرفيا هما مش عارفين يعني، مش عارفين تفاصيله يعني. بص حاول تدور لك عليها هنا، بيقول لك اهو ميكانيزم ريسبونسبل فور هايبرتنسيف افكت اوف اورال كونتراسبتيف مش مفهومه يعني، مش عارفين. وقال لك ممكن يكون ليه علاقه بان هو مثلا ايه بيشغل الرينال انجيوتنسين سيستم، لان هو مثلا لما الاستروجين بيكون موجود فبيروح على الليفر، الليفر يحاول يتعامل معاه ويشتغل عليه، فيعني ايه زي ما تقول كده مثلا اكتيفيتور مش انهيبيتور، لا مثلا يشغل الهيباتيك بقى الميتابوليزم وكده، فده ممكن يزود منه اللي الفانكشن بتاعت الليفر، والليفر لما يزيد بشكل عام ايه هي ممكن بقى يشتغل في كل حاجه تانية زي الرينال انجيوتنسين سيستم، بس طبعا مش مفيش حاجه واضحه وصريحه، فاحفظها كده زي ما هي معلش، لان مفيش سبب ايه منطقي وواضح وصريح يعني. وبالمناسبه الاو سي بي زي الاستروجين، فالاثنين مع بعض اهو، الاو سي بي والاستروجين الاثنين كده اهو. هو موضوع غريب ليه؟ لان ده حتى يقول لك ده الواحد لسه ما وصلتش المينوبوز ايج، لما بتوصل البلاد بريشر بتاعها بيزيد، ويقول لك ده عشان الاستروجين من الحاجات اللي بتحافظ على البلاد بريشر. فيقول لك طب سبحان الله، يعني ازاي بقى لما اجي اديله استروجين في الاو سي بي يعني كاورال كونتراسبتيف بيل هنا بقى بيزود البلاد بريشر؟ هو بالمناسبه لما بيزودها يعني بيتكلموا على ارقام قليله جدا يعني، بيزود حاجه خفيفه، وفي ناس بيلاقوا ان هو بيقلل، فهو يعني دي مش حاجه مهمه قوي، لكن اعرفها زي البي دي اف ما بيقول اه خلاص الاستروجين بيزود ماشي يا سيدي بيزود، لكن عايزك تعرف ان هو بيزود حاجه خفيفه خالص. وهما زي ما قلت لك يعني بيحاولوا يدوروا طب ايه المنطق في كده، المفروض الاستروجين ده حاجه طبيعيه في الجسم وبيقلل، حتى في الايه البري مينوبوزال ومن الاستروجين بيساعد في الحفاظ على ذلك، والدليل ان لما بتخش في البوست مينوبوزال البلد بريشر بيزيد بشكل طبيعي. قال لك والله دي غالبا لان الاستروجين بتاع الجسم الطبيعي بيبقى من مراحل بتاعته يعني الاستراديول، لو تفتكر الاستراديول، وده كان من اللي هو ده اللي كان بيحافظ على البلد بريشر، لكن لما انت تديله استروجين لما كده زي ما هو استروجين مش هيعدي على مرحله الاستراديول، فمش هيساعد في البلد بريشر، وزي ما قلنا ممكن يروح يزود من شغل الليفر شويه. انا بحاول الاقي لك حاجه ايه تفتكرها بيها يعني، لما اشرح لك شويه كده ممكن تفتكرها، لان ممكن تنساها، لان زي ما بقول لك مفيش سبب واضح وصريح ليها، لكن اعرفها بقى باي شكل يعجبك تمام. عايز تبحث عنها ابحث، ولو لقيت يا ريت تسيب حاجه في الكومنتات وتعرفنا معاك، لكن انا بقول لك هو مفيش حاجه واضحه صريحه لقوها ليها علاقه يعني بالايه الاستروجين. الانسيدز طبعا الايه نون ستيرويد انفلاماتوري انتي انفلاماتوري تمام، دراجز ديت برضه ايه نفس الكلام يعني، مفيش برضه علاقه مباشره وصريحه، لكن هنا الدنيا اوضح هنا شويه. بيقول لك ايه اللي بيحصل فيها، ان هو بيشتغل بان هو بيعمل بلوك للكوكس 1 والكوكس 2 لو تفتكر، ارجع بقى ايام الفارما تمام. فبيقول لك والله الكوكس 2 ده من الحاجات الطبيعيه اللي بيعملها ان هو بيعمل ليه ناتريوليتيك افكت، بايه بيتخلص برضه من الميه وبتاع في الكدني، فلما تعمل له بلوك فهيقلل كده من الفانكشن بتاع الكدني تمام. فلما تعمل له بلوك للكوكس 2 اهو انكريز صوديوم ريتنشن، فده برضو ايه كانه زي اي حاجه تانية بتزود الفوليوم في البلاد فيزود البلاد بريشر تمام. وبقول لك يعني برضو ممكن تفتكرها بشكل اخر، طب مش الكوكس مش الان سيتز دي بتعمل فيزو دايريتيشن؟ اه بتعمل فيزو دايريتيشن، فممكن برضو تقلل من الفانكشن بتاع الكدني، لو تفتكر كنا بنخاف على الكدني لو اديت له ان سيتز دي كتير ممكن تاثر على الكدني بانها ايه بتقلل بلاد فلو للكدني، فممكن لما تقلل شغل الكدني يعني لما يجي لها بلاد فلو اقل فالكدني تتاثر وما تشتغلش كويس، فبرضه ده ممكن يؤدي لان الفوليوم يحفظ في الجسم وما يتخلصش منه ويزود البلاد بريشر تمام. فده يعني ايه زي ما تقول تفسيرين كده تقدر تختار اللي يريحك منهم. نقرا الكلام ان هو اللي بقول لك عليه الانسيدز لما بتشتغل بيه فبيعمل فيزو دايريتيشن، فده هيقلل الايه الرين بلاد فلو يجي له اقل، فالكدني تتاثر تتعب شويه وايه والفوليوم يزيد يعني تمام، ويعمل لك بلاد بريشر اعلى.
طيب طيب ده كده بالايه الانسي. ده اخر واحده اسمها الابريكس ديت، يعني ده دراج اسمه ابريكس كده، هو اسمه ابريكس. ده عباره عن ايه؟ بيستخدمه تريتمنت اوف انيميا، هو بيساعد في صنع البلد الريد بلاد سيلز، بيحفز ايه صناعه الريد بلاد سيلز. فانت لما تدي له ابريكس، هنرجع يعني تاني للنقطه بتاعت الايه، النقطه اللي قبلها اللي هي كانت بتاعت الفيسكوستي. انت كده زودت الفيسكوستي، لما تدي له ابريكس ده هتزود الريد بلاد سيل فورميشن، فهتعمل فيسكوستي في الدم، فبرضه هتزود ايه البلاد بريشر. اللي تحت ده جدول فيه كل الكلام احنا قلناه، فمش هنقوله تاني. تمام، دي النقطة اللي كنت بقولك عليها ايه. طب والله انا ما قريتهاش يعني، وانا بجهز المحاضرة لسه قاريها دلوقتي وانا ببص معاك وانا بسجل. بيقول لك ان البيتا بلوكرز ممكن تستخدمها، لكن بعد من الالفا بلوكرز. تمام، فبس نمشي برضه مع الدكتور كتبه فوق، ان هو ان انت ما تدوش بيتا بلوكر. تمام، عشان ما تقعدش بقى تتفحص عليه وتقول يا دكتور مكتوبة تحت مش عارف ايه، دي كتبها بايديه، هنا مكتوبة في جدول متاخد من كتاب، فمالكش دعوة باللي متاخد من جدول في الكتاب ده، امشي مع الكلام الدكتور كتبه. تمام، لكن بقية الكلام ده تقدر، ما فيش حاجة يعني ايه ما قلناهاش يعتبر يعني. دلوقتي هسيبكم مع شرح زميلنا محمد ادريس في الايه، في الكلينيكال كيس بقى، نحل شويه كيسز ونعرف الكلينيكال ابروتش للناس اللي عندها هايبرتنشن. تمام، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله جميعا تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن الـ Approach to Secondary Hypertension. في البداية اتفقنا علشان أقدر أشخص العيان ده عنده هايبرتنشن ولا ما عندوش، فأنا محتاج أقيس الضغط تقريبا من مرتين أو ثلاثة أو أكتر، يعني بيكون كل أسبوع. ولما أقيس الضغط بيبدأ يطلع أكتر من 140 على 90 ملي متر ميركوري. في الحالة دي بقول ان البيشنت بتاعي بيكون عنده هايبرتنشن. الخطوة التانية بعد كده ان باخدها ببدأ احدد البيشنت ده موجود في انهي ستيج، يعني هو موجود في ستيج 1 من الهايبرتنشن ولا موجود في ستيج 2. الموضوع ده بعد كده بيفرق معانا في اللاين اوف تريتمنت، انا هبدأ ايه للبيشنت اللي موجود معايا او مش هبدأ بيه. واحنا النهارده كل كلامنا عن الابروتش بالنسبه للسكندري هايبرتنشن، فعلشان كده بحاول ابدا ادور بعد كده في الخطوه الثالثه على الكوز، ايه السبب اللي عمل له الهايبرتنشن. علشان ندور على الكوز بنحفظ الموضوع ده عن طريق نيمونيك بنسميها التريبل هارب كومباني، بمعنى بنكرر حرف الاتش 3 مرات زي ما بنشوف دلوقتي، وبعد كده بنقول حرف الاي هيرمز لاي والار والبي لاي والسي لاي والاو لاي، فدي النمونيك بتاعتنا اللي احنا نبدا نحفظ بيها. تمام، احنا هنمشي طبعا ازاي. طبعا في بقيه السيشن دلوقتي هنبدا نمسك ان احنا عندنا ان الشخص اللي بيكون عنده هايبرتنشن او سكندري هايبرتنشن فبالتالي ليه كوز، فاحنا بنقول ان تريبل اتش ان الشخص ده ممكن يكون عنده هايبر كالسيميا جايه من الهايبر باراثايرويدزم. الاتش الثانيه هو عباره عن الهايبر ثايرويد، عنده هايبر ثايرويدزم. الاتش بعد كده التالتة الشخص عنده هايبر الدوسترونيزم، وممكن يكون ده بيكون برايمري يعني اللي بنسميه الاسم التاني الكونز ديزيز. الاي بترمز للاورتيك كواركتيشن، والار بعد كده رينو فاسكولار هايبرتنشن، والبي الفيوكروموسايتوما، والسي للكوشنج، والاو الاوبستراكتيف سليب ابنيا. فده التريبل اتش هارب كومباني بالنسبه للنمونيك بتاعتنا. هنمشي ازاي بعد كده مع البيشنت ده علشان اعرف الكوز اللي موجود عنده. المفروض انا بقعد مع العيان، فانا باخد منه هيستوري، وبعد الهيستوري ببدا اعمل له فيزيكال اكزامينيشن، وبعد بعمل فيزيكال اكزامينيشن ببدا اشوف الانفستيجيشن. فاحنا هنمشي بالستبس، هنشوف ايه اللي ينفعنا او ايه الكلام اللي ممكن الاقيه في الهيستوري او في الفيزيكال اكزامينيشن او في الانفستيجيشن يساعدني اقول ده العيان ده كان عنده هايبرتنشن للسبب ده. تمام، اول حاجه في الهيستوري بالنسبه للهايبر كالسيميا او الهايبر باراثايروديزم غالبا مش هيفيدنا العيان فيها باي حاجه، لكن لما تعمل فيزيكال اكزامينيشن وحط السماعه الكالسيوم بيحصل له ديبوزيشنز فين؟ ممكن على الفالف اللي موجود عندنا في الهارت، فعشان كده بيدخلني في الميرمر، ممكن اسمع ميرمر. تمام، بسبب الكالسيفيكيشنز اللي حصل عندنا. طب ايه الحاجات بعد كده اللي هطلبها للعيان تساعدني اقول عنده هايبر باراثايروديزم وعنده هايبر كالسيميا ولا لا؟ هشوف الليفل بتاع الكالسيوم بالظبط عندي. تمام، طب انا بعد كده ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني بقى في الهايبر ثايروديزم؟ اولا البيشنت لما يجي لي هتلاقي عنده في الهيستوري عنده هيت انتولرنس، والبيشنت بيكون عنده دايريا، وفي نفس الوقت عنده ويت ايه، عنده ويت لوس. التلات حاجات دول لما ببدا اشوفهم انا في الهيستوري فبفكر ممكن يكون العيال اللي عندي عنده هايبر ثايروديزم. طب في الفيزيكال اكزامينيشن اكتر حاجه بتعمل هايبر ثايروديزم موضوع الجريفز ديزيز. طب وده بلاحظه ازاي؟ بلاحظه من الاكزوفسالمس اللي بيحصل عندي في الاي، او ممكن الاقي عنده اللارجت بالثايرويد جلاند، ممكن يكون جويتر. في الحاله دي هطلب انا للبيشنت او العيان بتاعي هبدا اشوف التي اس اتش، هبدا اقيسه واقيس الفري تي 4 واشوف عنده هايبر ثايرويديزم ولا ما عندوش. البيشنت لو كان عنده الكونز، الكونز ده هو الهايبر الدوسترونيزم،
تمام، او الالدوستيرون عالي بسبب عندنا تيومر، تيومر بيطلع في الكورتكس اوف ذا ادرينال جلاند. ففي الحاله دي في الهيستوري غالبا مش شايفيني، مش هلاقي اي حاجه توديني للهايبر الدستروليزم بسبب الكونز او الفيزيكال اكزامينيشن. لكن الفكره انا هطلب للعيان ده حاجتين في البلاد، هقيس الالدوستيرون للرينين ريشيو، وهنفرق بينهم دلوقتي وبين السبب التاني اللي بيعلي الالدوستيرون بس بسبب الكيدني او بسبب الراس سيستم، هنعرف نفرق بينهم ازاي. الاورتيك كوركيتيشنز لما اخد هيستوري غالبا من العيان هيقول لك انا لما بمشي رجليا من تحت ممكن بتوجعني شويه، وده غالبا هيكون في الاطفال، او بحس ان رجليا بتكون دايما بارده وبحس ان ايديا من فوق بتكون ورم. ليه؟ طيب لان الاورتيك كوركيتيشن غالبا بيحصل بعد الساب كليفيان ارتري، فعشان كده البلاد سبلاي اللي هيروح للابر ليمب مش هيبقى عنده فيه اي مشكله، لكن البلاد سبلاي اللي راح للور ليمب هيكون قليل. فبيترتب على كده ان اللور ليمب بيقول لك رجليا دايما ساجعه، وببص على الابر ليمب بيكون عندي دافي، او لما امشي شويه العضلات بتاعتي نفسها بتتعبني. بس الاورتيك كوركيتيشن غالبا بيكون في الاطفال. لما اعمل بقى انا فيزيكال اكزامينيشن، اه صح، هلاقي ورم اب بالنسبه للابر ليمب وهلاقي كولد في اللور ليمب. في المرحله دي انا بطلب عباره عن التشيست اكس راي وبطلب سي تي علشان اشوف الكواركيتيشنز اللي عند الطفل ده وعند الشخص ده. الرينو فاسكولار وده الموست كومن كوز ان يعمل لي سكندري هايبرتنشن. تمام، لو انا الهيستوري بتفرق معايا ازاي؟ لو قاعد مع شخص كبير في السن فبشوف الريسك فاكتورز اللي ممكن تديفلوب عنده ايه، الاثيروسكلروزيس. ولو قاعد مع يونج مثلا فيميل واقل من 30 سنه فبفكر في الفايبروماسكولار ديسبليجيا. فكره ان الريرو فاسكولار بعد كده ببدا برضو اقيس الالدوستيرون والرينين. يبقى انا جست الدوستيرون رينين ريشيو في حاجتين، جستها لو انا متوقع ان الشخص ده ممكن يكون عنده كونز، وبقيسها في نفس الوقت لو الشخص ده اللي قدامي كان عنده مشكله في الكيدني وهي اللي بدات طلع عندنا الراس سيستم فهو اللي علل لي الالدوستيرون. ازاي بقى ابدا افرق بين الاثنين دول؟ في الحاله لما يكون البيشنت او الشخص اللي قدامي كان عنده الكينز الكونز او عنده هايبر الدوستيرونيزم وكان برايمري، يبقى معنى كده الالدوستيرون هيكون عالي بس الرينين نفسه هيكون واطي. فلما اجيب الريشيو ما بينهم قالوا ان الريشيو اللي موجود عندنا هنا بتطلع تقريبا اكتر من 20. لكن لما يكون المشكلة عندنا كانت في الكيدني وهي اللي طلعت الرينين، وبعد كده الرينين في الآخر هو طلع الألدوستيرون، فبالتالي الريشو هتكون متقاربة من بعضيهم، فجاله تقريبا بتكون يعني عند 10 أو أكبر من أو تساوي ال10. تمام، البيشنت لو عنده فيه كروموسيتوما وهي اللي عملت له السكندري هايبرتنشن، فلما بصت على الهيستوري هيقعد يقول لي مثلا في هيديك، في ديزنس، في بالبيتيشنز. تمام، وفي نفس الوقت هتلاقي انت البراد بريشر بتاعه بيطلع بطريقه باروكسيسمال. ليه؟ طيب لان الفيو كروموسيتوما التيومر ده بيسبب ايه في النهايه؟ يعني في الكروموفين سيلز بتطلع لنا الادرينالين والنور ادرينالين، فبيترتب على كده ان مع طلوعهم هو اللي بيعلي البلاد بريشر، فبالتالي بيكون بطريقه من البروكسيسمال. تمام، في المرحله دي في الفيزيكال اكزامينيشن مفيش حاجه تفيدني برضو في كروموسيتوما، لكن في الانفستيجيشنز اللي موجوده عندنا بطلب تجميع تيورين لمده 24 ساعه، وبقيس في الفينايل مانديليك اسيد. تمام، وبقيس في نفس الوقت الميثنفرين. عاوز اكد الموضوع ده بتاعي هيمشي ازاي بعد كده، ببدا اعمل سي تي وابدا اشوف التيومر نفسه واشوف مكانه فين بالظبط. الكوشنج لما بتقعد مع العيان غالبا وانت بتعمل اسيس الشكل بتاع العيان هتلاقيه اوبيس، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي فيه اكني كتير طلعت برضو عنده بسبب الكورتيزول. تمام، بعد كده وانت بتعمل فيزيكال اكزامينيشن هتلاقي كل الساين والسيبتومز اللي بتدل على ايه، بتدل ان الشخص ده عنده الكوشنج، المون فيس، البافالو هامب، والسنترال اوبيزيتي. في المرحله دي عشان تاكد الدياجنوزس بتاعك فبتبدا تشوف الكورتيزول، وفي نفس الوقت بنبدا نعمل ايه، بنعمل تيست بنسميه ديكسا ميسازون سبريشن تيست. هو كل الفكره ان هنا احنا عندنا الكوشنج سندروم، يعني المشكله عندي فين؟ بتكون في الادرينال جلاند مش في البيتيوتري جلاند من فوق. لما تكون المشكله في الادرينال جلاند فكده الكورتيزول عندي هيطلع، فلما ادي للشخص عندي ديكسا ميسازون هلاقي مستوى الكورتيزول نفسه مش هيقل. تمام، في الابستراكتيف سليب ابنيا غالبا بيكون في الومن اكتر مثلا من 35 سنه، فهتلاقي ان الهيستوري بتاع يعني البيشنت ده بيقول لك في مشاكل شويه وانا نايم بحس ان النفس خلاص بينقطع خالص. تبع كده فيزيكال اكزامينشن الشخص اللي قدامك ده بيكون اوبيس. في الانفستيجيشن تبدا تشوف تعمل سليب ستادي ونبدا نقيس السليب سايكلز ونشوف الدنيا ماشيه ازاي مع البيشنت اللي قدامنا. فعشان كده من خلال يعني البيشنت اللي بقعد معاه باخد منه هيستوري، وبعد كده ببدا اعمل فيزيكال اكزامينيشن وابدا اشوف الانفستيجيشن، فانا كده بتوقع اه هو البيشنت عنده سبب من دول هو اللي عمل له الهايبرتنشن، وعلى اساسه بعد كده ببدا اعمل تريتمنت للبيشنت او اعمل تريتمنت للشخص اللي معايا. تعال بس طبق الكلام ده مثلا على كيس عندنا هنا.
تعال نطبق بقى الكلام اللي قلناه فوق على كام كيس كده وناخد منها كام ملحوظه. عندنا 30 year old woman، تمام، لا بدينا نقيس البلاد بريشر طلع 160 على 100، فكده شخصناها في الاول خلاص هي بتكون هايبرتنسيف. بعد كده بدينا نعمل فيزيكال اكزامينيشن، فلقينا الومن دي بيكون عندها اوبيزيتي، والاوبيزيتي كلها بتكون موجوده في الابدومين، في نفس الوقت بيكون عندها الابدومينال استرايا، وبدينا نبص كمان لقينا فيه هيرشوتيزم. كل الحالات اللي انا شفتها دي في الفيزيكال اكزامينيشن بتدل على ايه؟ بتدل ان البيشنت عندها الكورتيزول عالي، فالكورتيزول عالي يبقى السبب بتاعه كان الكوشنج، وجالها هايبرتنشن برضو بسبب ايه؟ الكوشنج. فالبيشنت اللي قدامي دي بيكون عندها الكوشنج سيندروم. الكيس اللي بعديها عندنا 34 year old woman، يعني diagnosed ان كان عندها في stage 1 hypertension، تمام، بس بعد كده واحنا ماشيين مع البيشنت وبنكمل ما لقيناش اي كومبليكيشنز خالص جايه من الهايبرتنشن ده. ففي الحاله دي انا بسال ايه اول لاين من التريتمنت انت هتبداه مع البيشنت؟ اول لاين على طول من التريتمنت بنبدا بيه هو عباره عن السيازايد دايوريتيك. يبقى انا لما يكون عند شخص عنده هايبرتنشن والهايبرتنشن ده كان في ستيج 1، عشان كده قلنا فوق ان الستيج مهمه بتساعدني ان انا بشوف اللاين اوف تريتمنت، بس في نفس الوقت ما كانش فيه اي كومبليكيشنز حصلت خالص من الهايبرتنشن في المرحله دي، اول تريتمنت انا ببدا بيه على طول بيكون السيازايد. الكيس اللي بعديها 45 year old man تايب 2 diabetes، جسنا له البلاد بريشر مرتين طلع عالي في 2 separate occasions، فشخصنا ان الشخص ده بيكون عنده هايبرتنشن وفي نفس الوقت بيكون عنده الدايابيتس. لو شخص شخصناه عنده هايبرتنشن وفي نفس الوقت كان عنده دايابيتس ميليتس، اول لاين اوف تريتمنت ببداه معاه هيكون هنا هو عباره عن الايس انهيبيتورز. لو البيشنت مرتاحش على الايس انهيبيتورز ببدا اضيف معاه بعد كده مين؟ السيازايد. فهي بس الفكره كلها لو انا بحط ابروتش في دماغي ازاي اشخص اي بيشنت عنده سكندري هايبرتنشن بعد ما اقيس البلاد بريشر واتاكد ان هو هايبرتنسيف ومش برايمري مش اسينشال، فبعد كده ببدا اشوف التريبل اتش الهارب كومباني النمونيك بتاعتنا، وببدا بعد كده هاخد هيستوري، وبعد الهيستوري في فيزيكال اكزامينشن وفي انفستيجيشنز هي اللي بتساعدني اوصل للسبب اللي موجود عندي او اللي عمل للشخص ده هايبرتنشن.